ديب ووتر اوبريشن والسب سي اوبريشن. الموضوع زي ما الباشمهندس قال هو موضوع ادفانسد شويه بالنسبه لطلبه في الكليه، بس ان شاء الله نحاول نبسط المعلومات شويه في الشرح بحيث ان المعلومه توصل للناس كلها. ان شاء الله هنبتدي السيشن بتاعتنا، وهيبقى في اسئله كتير هتيجي في بال كل واحد اللي بيسمع يحتفظ بالاسئله. ان شاء الله نحاول ان احنا يعني during السيشن هنجاوب على الاسئله دي يعني further on في البرزنتيشن. لو في حاجه انا ما جاوبتش او ما غطيتهاش ممكن نخلي الاسئله في الاخر، او زي ما الباشمهندس قال هنجمع الاسئله، وما عنديش مشكله ان شاء الله نجاوب على كل الاسئله. البرزنتيشن ان شاء الله نحاول ما نطولش فيها، لان صعب ان احنا نغطي الديب ووتر اوبريشن في ساعتين، لان دي محتاجه كورس كامل. فاحنا يعني حاولنا ان احنا نعمل زي بريف كده بسرعه عن او سمري عن الديب ووتر اوبريشن، بحيث ان الناس تبقى عندها خلفيه ايه اللي بيحصل في المجال ده من الشغل والمجال ده من الحفظ. فباذن الله هنبتدي ان شاء الله مع بعض. اول حاجه باذن الله الاوتلاين بتاعنا النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم في قبل انترودكشن ما بريف. تبدا بس يا باشمهندس معلش هنبدا على اتفضل. حاجه بس. الناس كلها معمل لهم ميوت، تمام؟ هنعمل ان ميوت لما الناس ترفع تعمل رايز هاند، تمام؟ من تحت كده في رايز هاند، لما الناس تعمل رايز هاند احنا هنشيل الميوت من عليهم ويقدروا يتكلموا ويفتحوا الميكروفون عادي ويتكلموا، تمام؟ اتفضل يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس، يا ريت بس يكون في اخر السيشن عشان بس نحاول في اخر نجمع السيشن ان شاء الله ان شاء الله. الاسئله في اخر السيشن. ان شاء الله احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الديب ووتر تكنولوجي او السب سي تكنولوجي. هنتكلم عن انتروداكشن الاول والهيستوري، وهنقول الديب ووتر ريجز كلاسيفيكيشن، وهنختص بالذكر يعني الدريل شيبس السيستمز بتاعتها والاكوبمنت اللي بتبقى عليها. وهنشوف برضو مع بعض الديب ووتر سيكونس ويل سيكونس، ازاي بنحفر الابار بتاعه الديب ووتر والسيكونس بتاع الاوبريشن بيبقى ازاي، وهيبقى هنقول في الاخر التشالنجز اللي بتقابلنا في الديب ووتر اوبريشن. خلينا نبتدي مع بعض الاول بفيديو كده يعني يوضح لنا ايه اللي احنا يعني برين ستورمنج كده للي احنا هنشوفه في البرزنتيشن دي، التكنولوجي دي شغاله ازاي والناس دي شغاله ازاي وبتفكر ازاي عن طريق الفيديو ده. وإن شاء الله أي أسئلة إن شاء الله هتبقى بإذن الله هتتجاوب عليها during the presentation إن شاء الله. Shell Deepwater is fueling the growth of upstream Americas by safely developing new reserves and maximizing the potential of its existing producing assets in the Gulf of Mexico, Brazil, and Venezuela. Drilling a safe, deep water well can take years of planning and preparation. After identifying potential oil and natural gas reservoirs beneath the seafloor using seismic technology, a drill site is selected. Shell geoscientists choose the drill site location on the seafloor based upon the safest well path that will encounter the targeted oil and natural gas. For an exploratory well, in water depths up to 9,000 feet deep, this seafloor location is generally directly above the reservoir. A drilling rig is required to drill a well. In deep water, the rig may be on one of three vessels: a drill ship, a semi-submersible vessel, or it may be part of a floating production platform. All rigs have a hoisting system to raise and lower the drill pipe and tools needed to drill the well. A blowout preventer, or BOP stack, and a pumping system to circulate fluids in and out of the well while drilling. It's time to drill the hole or well bore using a drill bit. This initial step is called spudding in the well. The shallow sediments just below the seafloor are often very soft and loose. To keep the well from caving in and carry the weight of the wellhead, a large diameter base pipe or casing is drilled or jetted into place. The base pipe is assembled at the rig floor, and a drill bit connected to a drill pipe is run through the inside to the bottom of the casing. The entire assembly is lowered to the sea floor by the rig hoist. At the sea floor, the driller spuds the assembly into the sea floor sediments, then turns on the pump. Water or a drill fluid is used to jet the pipe into place until the wellhead is just above the sea floor. With the base pipe and wellhead at the right depth, the driller will release the bit and drill string from the jet pipe and drill ahead.
While the well bore is being drilled, mud is pumped from the surface down through the inside of the drill pipe. The mud passes through the jets in the drill bit and travels back to the seafloor through the space between the drill bit and the walls of the hole. Drilling mud is used to 1. Lift rock cuttings from the hole, 2. Keep the drill bit cool and lubricated, and 3. Fill the well bore with fluid to equalize pressure and prevent water or other fluids in underground formations from flowing into the well bore during drilling. The mud is an environmentally friendly water-based mixture of clay for thickness and fine ground rock or barite for weight. At the planned depth, the driller will stop drilling and pull the bit out of the hole. A smaller pipe or casing string is then screwed together, connected to the drill pipe, and run down to the seafloor and into the well. To permanently secure the casing in place, cement, followed by mud, is then pumped down the inside of the drill pipe. To separate the cement from the mud, a cementing plug is used. The plug is pushed by the mud to ensure the cement is placed outside of the casing, filling the annular space between the casing and the open hole wall. On some locations, a second surface casing is needed, thus the well is drilled even deeper. In this second surface casing interval, the well is cemented using a second smaller casing string, repeating the same process used in the last hole section. At this point in the well, the pressure in the deeper rock may be too high to continue with the simple water-based clay mud, or there may be the potential to encounter oil or gas. Before drilling below this point, a blowout preventer with a riser will be installed at the seafloor. The BOP stack is a massive system of valves and rams that protect the rig and environment from oil and gas flows should the weight of the drilling mud be too low. The BOP stack is connected to a pipe called a riser. The riser connects the rig to the well and allows us to circulate the drilling fluid and rock cuttings all the way back to the rig on the surface. The BOP stack is fully tested before we drill further. Drilling now resumes with the drill bit and drill pipe always operating through the BOP stack. Just as we did further up the hole, casing strings are run and cemented in place when needed to cover up the open hole sections. When the oil and gas zones targeted by the geologists are reached and the presence of an oil or gas zone is proven, a final casing string may be installed if the seafloor location is favorable for future development. This final casing string allows for the future safe production of the oil and natural gas. طيب احنا دلوقتي شفنا فيديو كده بريف عن السب سي اوبريشن او ديب ووتر اوبريشن سواء كانت سيمي سبمرسبل ريجز او ريل شيب ريجز. فالاول حاجه الموضوع ابتدى ازاي بالنسبه للاويل فيلد في الاكسبلوريشن. طبعا احنا عارفين ان الاكسبلوريشن او الدريلنج في الاويل فيلد بيبتدي ممكن من اللاند ريج لغايه الاوف شور. ده بيعتمد على الايكونومكس او الايكونوميكال استيميشن بتاع الهيدروكربونز او الريزرفوار. هل ده انا هصرف المصاريف دي كلها هيجي لي بنفيتس من ان انا الاويل او جاز ريكفري اللي جاي لي هيغطي التكاليف بتاعه التكنولوجي اللي انا هستخدمها دي ولا لا؟ فده اللي بيخليني احدد سواء اذا كنت هستخدم لاند ريجز او الجاكوب ريجز او السيمي سبمرسبل او دريل شيبس. بجانب ان وجود الفيلد نفسه موجود فين كاكسس لي اذا كان موجود في اللاند او في الاوف شور. الديب ووتر بدا يتطور بدايه من الخمسينات. بدانا نبتدي شغل الديب ووتر او الاوف شور دريلينج. ابتدى الموضوع الاول بفلوتنج بوت عادي زي البسل كانت عليها كارير او كان عليها الماست بتاع البريمه. وبدا كان بيستخدموه في الكورينج او الشالو ووتر دريلينج من 300 ل 1000 من 300 قدم لغايه 1000 قدم. بدا الموضوع يتطور مع السنين لغايه السبعينات. لما ابتدينا نخش في منتصف السبعينات تقريبا بدأ يتطور شكل الفيسل نفسها او الشيب بتاع الدريلنج ريج. بدأ يبقى فيه هل ده اللي هو جسم البريمه نفسه ويتعمل له كونستراكشن بطريقه معينه بحيث ان هو يبقى الريج دي فلوتنج فيها سيمي سبمرسبل ديزاين او دريل شيب ديزاين بتبقى على عوامات
علشان تعمل فلوتنج للبريمة وتثبت البريمة دي بطرق ما هنعرفها بعدين، علشان تكيب اون بوزيشن اون ذا ويل هيد اون ذا ويل سنتر. يعني دي كانت اشكال الايرلي شيب فلوتنج، هي عباره عن فيسل عاديه وعليها بريمه كانها زي بريمه بلانك، ودي السيمي سبمرسبل في السبعينات. الكلاسيفيكيشن بقى بتاع البراريم دي ابتدى من طبعا اللاند ريج او الدريلنج بورج او الجاكب او السيمي سبمرسبل او الدريل شيبس، دي حسب الاستيميتد ديبثز بتاعه الووتر، الووتر ديبث، مش مجرد اقدر بالبريمه دي احفر لغايه انهي ليميت. يعني انا ممكن احفر ببريمه لاند لغايه 6000 قدم او 10000 قدم او اكتر من كده 20000 قدم. اللي بيحدد لي الليميتيشن بتاعي في اختيار البراريم دي كلها هو الووتر ديبس. يعني ما اقدرش اجيب بريمه جاكب ادخلها في الديب ووتر لان الليجز بتاعتها مش هينفع تتعمل لها اكستند في الحته الطويله دي، فبختار حاجه تنفع يعني تو ويزستين او تقدر تقاوم الويذر فور الويذر كونديشنز اللي انا هقدر اقف فيها، بلس انها تبقى عندها الكابابيلتيز ان انا اقدر ان انا اشتغل بالايكوبمنت بتاعتها في الديب ووتر. طيب الام ام اس اللي هو اليو اس اي مينرال مانجمنت سيرفيس ده عمل ديفينيشن تصنيف للووتر ديبثز، وعشان نبقى عارفين احنا بنتكلم في شالو ووتر ولا ديب ووتر ولا الترا ديب. طيب احنا دلوقتي الشالو ووتر هو الدبس اقل من 1000 قدم اللي هو حوالي 300 متر، من 300 ل 5000 قدم بيبقى تقريبا اللي هو الديب ووتر اللي هو تقريبا 1500 متر، اكتر من 1500 متر بيبقى الالترا ديب. احنا عندنا في مصر هنا بدأنا الفترة اللي فاتت في اخر 3 4 سنين ندخل في الالترا ديب اللي هو زي ابار بتاعت زهر او بي بي او هكذا، دي بتجيب لنا اكتر ريكفري وليها تشالنجز معينه ان انت تقدر تدخل في الديب ووتر تجيب جاز ريزرفوار ما كنتش تقدر توصل لها قبل كده. طبعا تكلفتها بتبقى اعلى اكتر طبعا من كل واحد من دول بيبقى تكلفته اعلى من اللي قبله، على بناء على طبعا الاستيميتس بتاعت الريزرفوار اللي انا هجيب منه الهيدروكربون. فدلوقتي اتعمل جنريشنز على مدار التاريخ من كل البراريم دي. في الستينات كان مثلا الفيرست جنريشن كان تقدر توصل لغايه الووتر ديبث 600 قدم، في السكند جنريشن 1000 قدم، وفي التسعينات مثلا ال 3000 قدم كانت الفورست جنريشن. طبعا حاليا احنا عدينا ال 12000 قدم ووتر ديبث. طبعا الووتر ديبث ده مش محسوب، يعني هو محسوب من ضمن الدريلنج ديبث بس ده بيبقى العمود الميه، ارتفاع الميه نفسها من السيبد من ارضيه البحر بيبقى هو ده على حسب اختيار البريمه. ما اقدرش اجيب بريمه فورس جنريشن ما تقدرش توصل لل 12000 قدم، فلازم الريك سلكشن ده مهم جدا على حسب الووتر ديبث بتاع المنطقه اللي انا هحفر فيها. طبعا دي اشكال الريجز زمان، الدريلنج بورش هو ده طبعا بيستخدم في الشالو ووتر او الليكس او الريفرز او الحاجات اللي هي ما ينفعش ان انا احط فيها ريجز كبيره. الجاكب ريجز تبقى اوبن ووتر شويه فبحتاج انها تكون ليها اوبن اريا، وبرضه في نفس الوقت يكون ليها ووتر ديبس مناسب عشان انزل الجاك بتاع البريمه دي يتثبت في الارض وتتثبت البريمه نفسها في المكان بتاع الويل سنتر عن طريق الجاكس بتاعت البريمه. في 3 جاكات او 4 جاكات حسب الريج ديزاين. الموضوع بعد كده بقى ادفانسد شويه ان انا دخلت في السيمي سبمرسبل ريجز اللي هي بتبقى فيها فلوتنج، وبتبقى في منها انواع ان انا بتبقى بتتشد ببوتس، وفي انواع تانية بتبقى بتقدر تتحكم فيها عن طريق الفلوتنج بانتونز بتاعتها او العوامات بتاعتها والثراسترز اللي فيها. طبعا دريل شيبس بعد كده دي اكبر تكنولوجي موجوده حاليا اللي هي بتقدر توصل في الالترا ديب ووتر واقدر احفر بيها ديبسز عاليه جدا. فدي هي يعتبر النص التكنولوجي اللي احنا هنحاول نركز عليها شرحنا النهارده ان شاء الله. طيب المقارنه ما بين الدريل شيبس والسيم سبمرسبل سريعا كده، هو الدريل شيب والسيم سبمرسبل الاثنين بيقدروا يستخدموا في الديب ووتر او الالترا ديب. طيب حسب لازم اعمل اللي بيختار بيعمل ريك سلكشن لازم يشوف الكونديشن اللي هو هيحفر فيه، اذا كان عايز لودز
ديك لود عالي. ديك لود يعني الديك نفسه بتاع البريمه، المكان الاستورج اريا بتاعت البريمه تكون عاليه، الدريش بتاعهم تبقى اكبر من السنه المشروع، فتبقى هنا اكبر. الاكستريم ويذرز الكونديشنز الدريل شيب بتبقى يعني ما فيهاش، هي فيها ستابيليتي طبعا بس كانها زي المركب. فمع اي ويذر كونديشن عالي بنقدر بيبقى في مشكله ان يبقى فيها في الاستابيليتي بتاعتها، طبعا بتبقى ستيبل على قد ما بنقدر في الكونديشنز دي. بس السيم سبمرسيبل الكونديشنز بتاعتها بتبقى احسن يعني. الاثنين في الويفز والويند جود. الريج موشنز طبعا هنا الدريل شيب بتقدر تتحرك اسرع من السيمي سبمرسيبل، لان هي يعتبر هي مركب، فبتقدر تتحرك اسرع شويه من السيمي سبمرسيبل حتى لو السيمي سبمرسيبل بتتحرك نفسها. الموبيليتي نفس الكلام، الانتجريتي نفسها الدريل شيب بتبقى كومبليكيتد اكتر وليها انتجرال كومبوننتس اكتر، علشان هي بتشتغل ساعات كتانكر وساعات بتشتغل ك ستورج اريا، اويل ستورج اريا او حاجه زي كده. هنتكلم دلوقتي عن الدريل شيب سيستمز والاكوبمنت. طيب ايه اللي يختلف الدريل شيب عن اي بريمه تانيه، لاند او جاك اب او كده؟ فمبدئيا اي بريمه فيها خمسه مين سيستمز اساسيين، دول يعني اي بريمه سواء لاند او اوف شور لازم هيبقى فيها الخمسه سيستمز الاساسيين، اللي هم الروتيشن او السيركليشن او الهويستنج سيستم، الحاجات اللي احنا خدناها في الكليه الخمسه الاساسيين. طب ايه اللي يختلف هنا؟ ان طبعا الدريل شيبس بتبقى فيها حاجات ادفانسد هنقولها في السيستمز بتاعت الدريل شيب نفسها. طيب الكومبوننتس بقى بتاعت الدريل شيب، الكومبوننتس دلوقتي بيبقى الريجز نفسها بتبقى فيها اثنين مصر، ريج اي وريج بي او دول ديريك. دول ديريك دي يعني كانهم بابنتين جنب بعض. مش كل الدريل شيبس طبعا نفس الموديل، بس بيبقى الحاجه المصر التكنولوجي اللي موجوده بتبقى موجوده فيها دول ريج او دول ديريك، بيبقى بابنتين جنب بعض بالظبط، تقدر تعمل بيهم دول اوبريشن، بتساعد الاوبريشن ان هي تبقى افيشنت وتبقى اسرع. بيبقى فيها اثنين روتري تيبل واثنين دير ورك واثنين توب درايف واثنين موشن كومبنسيتور. هنقول بقى يعني ايه موشن كومبنسيتور؟ موفابل كات ووك، هايدرا راكر. هايدرا راكر ده عامل زي الاوتوميتد ديريك مان، يعني انت مش محتاج ديريك مان عشان تعمل كونكشن للبايب وتنزل بيها في البير. هنشوف برضو بيشتغل ازاي. في الايرون رافنك اللي هو بيعمل كونكشن للمواسير، بيربط المواسير في بعض. ستاند باي بلاينز اللي هم عن طريقهم بنضخ الطفله جوه البير. فيها طبعا كرينز، ريك كرينز وبايب ديك ورايزر ديك وريك رايزر كرين واثنين ار او بي. كل حاجه من الحاجات دي هنناقشها وهنشوف صور ليها في الحقيقه، ازاي البريمه بتتكون وازاي الكومبوننت بتاعت البريمه بالاوكسيلري ريزيستنس بتاعتها. ده مبدئيا شكل البريمه بيبقى يعني ده البيزك طبعا، هو ده نوع يعني دي تايب اوف ريج غالبا شركه صيني. ده يعني شرح مبسط للاماكن اللي موجوده في البريمه. طبعا ده المطار، لازم البريمه يكون فيها مطار هيلي ديك او هليكوبتر ديك، وفيها بريدج. بريدج ده المسؤول عن النافيجيشن بتاع البريمه او القياده بتاعت السفينه. الليفنج اريا او الاكوموديشن اللي الناس الافراد الكروب بتاع الشغل بيعيشوا فيه. لابوراتوري اريا في معمل عشان تحليل العينات وحاجات كذا. طبعا دي الدريل فلور والدريك والبايب راك والدريلنج مود كنترول اريا. المود سيستم بيبقى موجود في بطن السفينه، لان طبعا غير البراريم اللاند، لو حد فيكم طلع تريننج او حاجه وشاف براريم اللاند بيبقى الاريا واسعه، تقدر تحط فيها المود سيستم على بعد معين، او تقدر تعمل اللاي اوت بتاع البريمه على حسب المكان، بيبقى اوبن شويه عن البراريم اللي في البحر. فالبحر كلها بتبقى حاجه سيلف كونتيند، بتبقى معموله ادوار. الدور مثلا الارضي بيبقى فيه البيز بتاع البريمه، فيه الفلوتنج تانكس بتاعت البريمه، اللي فوقيه بيبقى فيه المات سيستم، اللي فوقيه بيبقى المات بامب، السيمنت يونت وهكذا. فالبريمه بتتبني في الفلوتنج، بتتبني ليفلز فوق بعضها. يعني هنشوف فيديو دلوقتي ازاي البريمه دي بتتكون، الليفل بتاعتها اتعملت ازاي
عشان الناس تتخيل الحاجات دي، الشكل اللي انت بتشوف صور وده في كل مكان، الحاجات دي من جوه عامله ازاي. فهنعمل هنتفرج على فيديو كده سريع فلاي اراوند حوالين البابينه، وهحاول ان انا يعني اشرح لكم برضو اثناء الفيديو ما هو شغال. ده طبعا شكل الفلوتنج ريج او دريل شيب. هنا بيبقى موجود الانجن روم اللي هو بيشغل البابينه. هنا الدول ديريك اللي قلنا عليه، كأنهم بربنتين بالظبط شغالين في نفس الوقت، نقدر نعمل سيمتينيوس اوبريشن. ريك فلور ايه دي، وسيدي اخير ريك فلور ايه، واحدة طبعا بتبقى اوفلاين وواحدة بتبقى اونلاين على الاوبريشن. المكان ده بيبقى البي او بي ستورج اريا، المكان اللي البي او بي بيتحط فيه. هنا المط سيستم، الفلو لاين بتاع اللي طالع من البير، المط ريتيرن اللي راجع بيروح على الشيكر هاوس، او الشيكر هاوس بيتعمل في ستورج كنترول اكويبمنت، بيعمل سكريننج للكاتنج اللي احنا نواتج الحصر اللي احنا حصلناه والديسندر والديفلتر، وبينزل بعد كده على الاوجر سيستم او ستورج كنترول سيستم، وبيتكاتنج بيتعمل له ريموفال الكاتنج سيستم. هنا نتخيل بقى البريمة مبنية ازاي تحت بعضها ليفل، يعني ده بيعتبر التاك ستور. التاك ستور ده اللي هو بتاع الكيميكال اللي احنا بنستخدمها اثناء الميكسنج في المض، اتبنى فوقيه المض بامب، واتبنى فوقيه لغاية لما هيبان لك من فوق الشكل ده اللي هو البايب ديك. البايب ديك ده المكان اللي احنا بنخزن فيه البايب او الكيميكال. هنا ده الكنترول يونت بتاعت هيدروليك كنترول يونت بتاعت البي او بي، البي او بي سيستم. البالونه من تحت هنا بيبقى فيها تنكات الاسمنت والبرايت، لان انا عندي هنا ليميتيشن في الترانسبورتيشن، ان انا اعمل سبلاي بكميات البرايت او الاسمنت اللي انا بحتاجها اثناء الاوبريشن، فبخزن في البالونه تنكات اسمنت وتنكات برايت. طيب ده كده فيديو سريع عن شكل البالونه اللي احنا شفنا صورتها اهي، ازاي متكونه فوق بعضها، الليفلز مبنيه فوق بعضها. طيب هنشوف صور حقيقيه للبالونه دي، يعني صور حقيقيه لاكثر بالونه اشتغلت في مصر. دي سايد من 10,000، دي اشتغلت معانا في دكتور بالعين، ودي بريمة اسمها تنجستن اكسبلورر تبع شركة فانتج دريلينج. زي ما احنا شفنا في الفيديو هو ده الفرونت فيو بتاعها. اي بريمة اوف شور الناحية اليمين بتاعها وانت باصص ناحية البريمة بنسميها البورت سايد، وناحية الشمال بتاعها يعني شمالك وانت باصص ناحية البريمة بتبقى ستار بورد سايد. دول المكانين اللي احنا بنصنف البريمة فيهم، المكان الحاجة يمين ولا شمال البريمة، عشان تبقى حاجة معترف متفق عليها في تصنيف المكان بتاع الايكوبمنت محطوطة فين او كده. ده البايب ديك، يعتبر الفرونت فيو بتاع البايب ديك، بنحط فيه الكيميكال اهو، ده المين بايب ديك، وبنحط فيه الدريل بايبس، وبنحط فيه الكيميكال او الايكوبمنت اللي بنستخدمها في البير. عندنا الرايزر ديك، ده اللي هو في الاكت بتاع البريمه اللي هو في ظهر السفينه من الناحيه الثانيه ورا الريك فلور، يعني ادي الريك فلور اهي، احنا كنا الناحيه الثانيه هنا، واحنا دلوقتي بنروح من الناحيه الثانيه في الاكت بتاع البريمه اللي هو مؤخره السفينه اللي هي ناحيه الانجن روم، اللي هو الرايزر ديك ده بنشيل فيه مواسير الرايزر والاكويبمنت الخاصه بالرايزر. ده بيبقى الدول ديريك سايد فيو، يعني ادي البرنتين اهم عشان الناس تتخيل البالنتين موجودين ازاي جنب بعض، غير بلاريم لاند طبعا، حتى في بلاريم لاند دلوقتي يعني بقى فيها دول ديريك
بس طبعا يعني مش موجوده في مصر، بس بره في البحر الشمال، يعني الحتت اللي هي ناحيه اوروبا وكده، بيبقى فيه استخدام للدول ديلك عشان دي بتعمل افكتيف اوبريشن شويه. ده شكل الكنترول روم او السايبر تشير بتاع الحفار، طبعا مختلف تماما عن الجرينلاند او حتى الاوفشور القديمه. ده بيبقى كابينه الحفار بتبقى بالشكل ده، وباصص على الريك فلور، بيبقى فيه كابينه يمين وكابينه شمال، كل بريمه من دول بيبقى فيه دريلر واساسا دريلر تشير يقدر يتحكم في كل حاجه على الريك فلور. بالنسبه للهايدرو راكر اللي قلنا عليه، الديريك راكن سيستم، ده جهاز بيشتغل كانه ديريك مان، ليه 3 ايدين، بيقدر ياخد الدريل بايب ويحط الستاند بتاع الدريل بايب في الفينجر. طبعا في اللاند بيبقى فيه واحد واقف، او في الاوفشور القديم بيبقى فيه واحد واقف ديريك مان هو اللي بيعمل راكنج للستاند في الفينجرز. هنا طبعا الموضوع اوتوميت شويه وتكنولوجي اعلى شويه، ان هو بيحط الستاند بايب اللي سوري الستاندز دريلينج ستاندز او العمدان بتاعه الدريل كولرز ستاند في الفينجرز، والفينجرز دي بتقفل بلاتش. اللاتش ده بيقدر يقفل عليه سنسور، طبعا الموضوع مش مجرد ان السنسور ده بيفتح ويقفل حسب الكنترول بتاعه. السنسور ده المفروض ان هو بيبقى مصمم ان هو ما يفتحش وهو عليه لود، يعني طول ما هو عليه لود ما يفتحش، ويبقى فيه يعني سكيورتي عالي قوي بحيث ان هو يعمل سكيورنج للستانس. ده شكل الهايدرا راكر، او هايدرا راكر ده هايدرا ليفت، ده اسم الشركه نفسها، يعني نوع الموديل ده من الاوتوميتد ديريك مان او الهايدرا ليفت، هايدرا راكر اللي هو هايدرا ليفت ده اسم الشركه. بتمسك المواسير بالطريقه دي، من هنا من تحت وهنا من النص وهنا من فوق، بيبقى ماسك الستاند كامل. طبعا اللي بيتحكم الكلام ده بالدريلر شير، المساعد الحفار هو اللي بياخد الكنترول ويتحكم فيه. طيب بالنسبه للرايزر، مواسير الرايزر دي شكلها بتبقى محطوطه في الرايزر ديك زي ما شفناها في الناحيه الثانيه من البريمه دي، بنستخدمها علشان نعمل زي انالوج ما بيننا وما بين البير عند السي بيد. هنشوف قدام شويه الرايزر ازاي بنركبه وازاي بنشتغل بيه، بس ده الهاندلنج اكوبمنت بتاعته. طبعا البريمه بيبقى فيها ار او في، الار او في اللي هو ريموت اوبريتنج فيكل، ده بنستخدمه في الديب ووتر، لان طبعا على الاعماق الجامده دي 1500 متر و1600 متر ما فيش اي دايفرز يقدروا ينزلوا. يعني في الشالو ووتر ممكن ننزل دايفرز، يعني عندنا في بورديس مثلا شالو ووتر ممكن ينزل دايفر يعمل انسبكشن، يعمل ويلدنج، يعمل اوبريتنج لاي حاجه تحت عند السيبر. لكن في الديب ووتر ما نقدرش طبعا ننزل دايفرز او بني ادمين، فبنشتغل بروبوتس. طب الروبوتس دي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل بيونت بتبقى موجوده في بارين، طبعا بيبقى فيها 2 ار او في، في بارين بتبقى فيها 1 ار او في حسب العقد بتاع البارينه نفسه. كل ما يبقى عندك، لو عندك 2 ار او في طبعا واحد سبير للتاني، بينزل بواير بكرين كده بينزل في الميه وبيصور لك كل حاجه، وهنبقى نشوف فيديوهات للار او في ما هو مصورها. ده طبعا شكل البي او بي عشان برضه الناس تتخيل الدول اكتيفيتي، دي دريل بايب نازله من ريج بي، ودي ده البي او بي اكشوال بيكتشر للبي او بي يعني نازل من ريج ايه، فكل بريمه بتقدر تشتغل كانها مستقله بذاتها تماما. تحت البريمه، تحت الريك فلور بتاعت البريمه، بيبقى فيه حاجه بنسميها المون بول اريا. المون بول اريا دي ده مكان هو شبه فعلا حمام السباحه، فهو يمكن المسمى بتاعه جه من هنا. ده المكان اللي هو مفتوح في جسم السفينه من جوه، بننزل بالمواسير او الرايزر جوينت عشان يبقى يوصلنا للسنتر بتاع البير. ده يعتبر البير بتاعنا بعد ما احنا ابتدينا الشغل. هنشوف طبعا الاوبريشن بتاعته هتبقى ازاي قدام شويه. هنا ده برضو بايب ديك اند ريج فلور سايد فيو، ماني كونتينر، الكيميكال بتاعت الطفله او الاسمنت بتجيلنا في ماني كونتينرز، مش بتيجي يعني بتيجي في باجزات او شكاير او كده، بس تيجي جوه ماني كونتينرز عشان خاطر
ما تتأثرش بعوامل المية أو الهواء أو كده أو الرطوبة. ده شكل الريك كرين، هو طبعا مور باورفول ذان الكرينز اللي في فنلاند أو الكرينز اللي حتى في الجاكو بيجز. ده الأكسس يعتبر للريك فلور انترنس زون، أو اللي هي ريد زون بيسموها ريد زون كسيفتي ايشو، إن مش أي حد يبقى يدخل الأريا دي غير لازم يبقى معاه بيرميشن، علشان دي فيها موفابل ايكويبمنت على طول وفيها اوبريشن، مش اي حد بيطلع المكان ده. هنا مثلا ليج بي، ده هنا دريلر ومساعد حفار دريلر شير، ده الايرن رافنك، وهنا بي اتش اي بنجمع بي اتش اي. وفي الناحيه الثانيه برضو نفس الكلام، هنا في حفار ومساعد حفار وباصين على الريج بتاعتهم ريج ايه اللي هي الاونلاين ريج، دي بنسميها دايما ريج بي اللي هي الاوبزيرفر ريج او اوفلاين ريج. ده السايبر تشير من جوه، ودي كلها يعني صور حقيقيه للكنترول. الحفار بيعمل كنترول ومونيتور ازاي للبير والتشارتات، يعني هنا في تشارت وبتبين كل حاجه كفلو وكبريشر كويت ككل حاجه تورك، اي بارامتر اللي احنا بنسميها في الحفر بتبان معانا في السكرين. هنا الحفار بيقدر يمونيتور كل حاجه. هنا الراكر ده بيتحرك على ترولي زي قضيب القطر كده، بيتحرك رايح جاي ويجيب الستاند من اي فينجر هو بيحدده، وبيجيب الستاند ويشيله ويمشي بيه لغايه الويل سنتر. ممكن يجيب حاجه من على ريج بي يوديها ريج ايه، بيبقى ليه اوبشنز كتير قوي نقدر نستخدمه. هو بيتحرك على ترولي. هنا ده الميكنج اب بايب كونكشن بالاين رافنك، ده المون بول اريا من تحت بتبقى تحت الريك فلور، يعني يعتبر الريك فلور هنا في الحته دي. هنا ده الباكورد او الاف بتاع الماركت اللي هو بيبقى الرايزر ديك زي ما قلنا، وبيبقى في برضه كات ووك، وفي الانجن روم، وده طبعا الفلير بوم بتاع الويل تيستنج اللي هنعمل تيستنج للابار. وده شكل مواسير الرايزر من تحت، بتبقى موجوده مرصوصه فوق بعضها على الرايزر ديك، معناها سكيورنج بنستخدمها على حسب اللينس اللي احنا هننزل بيه. ده بقى حاجه اسمها ترانسبوندرز. الترانسبوندرز دي بتبقى حاجه بنستخدمها في اول البير، بنحطها حوالين الويل سنتر بشكل يعني في 8 بننزل 8 ترانسبوندرز اوكتاجون كده بننزله، بنحط الار او بي طبعا بياخد يعني هو الهوك ده. الترانسبوندر دي موجوده في باتري، فيها باتري بتبقى محطوطه على هوك دريل بايب هوك، و او بتنزل بالكرين، يعني في انواع ريجز بتنزل بالكرين وفي انواع تانية بتنزل بالهوك. بياخد الار او في الترانسبوندر دي بيرصها بشكل معين، دي اللي اللي بتساعد البريدج بتاع الباريما او الديناميك بوزيشننج بتاع الباريما ان هو يحدد السنتر بتاع البير فين. لان طبعا احنا مش بعد عن السي بيد 1500 متر، فطبعا مسافه كبيره جدا نقدر ممكن امشي من البريمه بالبريمه في مكان، ولو عايز ارجع تاني مش هعرف اوصل للوكيشن بتاع الويلسون. دي بتساعدني ان هي ترسل اشارات للقمر الصناعي، هنشوف ازاي بتشتغل. بس مبدئيا كده دي بترسل اشارات للقمر الصناعي، بتحدد اللوكيشن بتاعها عشان تساعد البريدج تيم ان هم يقدروا يعملوا لوكيشن للبريمه ويقفوا فوق الويلسون. دي حاجات بتبقى اوكسيلري في البريمه، ممكن موجوده ممكن لا، بس دي حاجه ادفانسد شويه اللي هي الام بي في سيستم مانج بريشر دريلنج سيستم. دي حاجه ادفانسد شويه في الويل كنترول، بنستخدمها لما يكون معانا مشاكل في البير. طيب الفلتريشن سيستم بيعمل فلتريشن للبراين، لو احنا معانا براين ووتر في نسبه سوليد معينه نقدر نعمل له فلتريشن عشان نوصل لنسبه سوليد معينه. طيب زي ما قلنا السيستمز بقى بتاعت البريمه، هم في 5 مين سيستمز دول اساسيين، اللي هو الباور سيستم سيركيليشن هويستنج روتري والكنترول. دول الخمسه الاساسيين في اي بريمه سواء لاند اوف شور جاكب سيمي سبمرسيبل دريل شيب، دي هتلاقيهم هم. طيب ايه اللي هيزيد عن عن يعني او هيفرق ما بين بريمه والثانيه؟ بيزيد معانا حاجه اسمها الرايزر سيستم والليج كومبنسيشن سيستم. دي حاجات بتزيد معانا في الدريل شيب او السيمي سبمرسبل، يعني دي هي المختلفه عن الريجز العاديه. في اوكسيلري سيستم طبعا ثانيه، الدايناميك بوزيشننج سيستم، السيمنت يونت،
الار او بي والتست اريا، الام بي دي سيستم، الاي ووكس. الاي ووكس ده هو نظام تشغيل وتنزيل الكريسماس تري، لان هو الكريسماس تري طبعا غير الكريسماس تري اللي احنا بنشوفها في ابار اللان، فبتبقى مختلفه شويه في الاوبريشن بتاعتها، بتبقى كلها ريموتلي كنترول، بتبقى بتعمل تيستنج للابار، بتعمل عليها بريشر، في فالفات بتفتح وتقفل منها وهكذا. فده النظام يعني هو اسمه انترفنشن ورك اوفر كنترول سيستم، ده اللي بيشغل نظام الكريسماس تري. طيب اول حاجه هنتكلم فيها هو باور سيستم، ملخص سريع يعني. هو طبعا اغلب الباور كنترول شيبس بتبقى حوالي 6 ديزل انجن، طبعا 9900 او اولموست 10000 هورس باور كل انجن، عشان طبعا الانجن دي بتستخدم في الشيبنج بتاع البريمه او النافيجيشن سيستم بتاع البريمه، بلس البريمه نفسها الريك فلور والتوب درايف والاوبريشن بتاعت الحفر، ده غير المود بامبس، ده غير الاكوموديشن وهكذا. في طبعا بيبقى في امرجنسي باور جنريتور سيستم، بيبقى موجود ديزل انجن او اي سي جنريتور. هنخش بقى يعني دي حاجه مش نتعمق فيها قوي، نتعمق شويه اكتر في الحاجه اللي تخص الدريلنج اللي هو السيركيليشن سيستم. ده طبعا اغلب الاوف شور ريجز بتبقى مصممه ان هي تتعامل مع اويل بيزمود ووتر بيزمود في نفس الوقت، بيبقى في تنكات كتير اكبر، الفوليوم بتاعها اكبر طبعا كدريلنج سوبرفايزر. كل ما البريمه المات كاباسيتي بتاعتها او السيستم كاباسيتي بتاعها كبير، بيبقى بيساعدك جدا ان انت تقدر تعمل تهندل الاوبريشن بتاعتك، لان الاكسس للبريمه بيبقى صعب، ان هم كل يوم بيبقى فيه سبلاي فيسلز جايبه لك ماتيريال وجايبه لك كيميكالز، فمحتاج ان مش هينفع ان انت تعمل ميكسنج كتير على البريمه، فبتبقى في مكان ستورج للاويل بيز مود ووتر بيز مود ممكن اب تو ساعات بتوصل 12500 برميل، طبعا ده حاجه جاينت جدا وممكن اكتر من كده كمان براريم متطوره. السوليد كنترول ايكويبمنت برضه نفس الكلام، هي زيها زي اي بريمه تانيه، لازم يكون فيها سوليد كنترول ايكويبمنت، لان دي اوبريشن ثابته، لازم يبقى فيه شيل شيكر، لازم يبقى فيه مات كلينر، دي جازرز، سنترفيوج، ميكسنج بومبس، ليك بومبس، دي حاجات ثابته. طبعا الباور بول بتاعها بيختلف من بريمه لبريمه، فهنشوف كده مثلا سريعا فيديو عن السيركيليشن سيستم في الديب ووتر او الدريل شيبس بتشتغل ازاي، او الفلو بتاع المد شغال ازاي معانا. هنا طبعا عملنا ميكسنج للمد، المد ده بيتعمل له ميكسنج اويل بيز مد او سواء او ووتر بيز مد حسب المد بروجرام اللي بيجي لنا، بنعمل ميكسنج للمد بيتحط في الفراكشن تانكس، وينزل يتعمل له فراكشن في المد بامبس، المد بامبس ترفع البريشر بتاعه وتضخه اب تو ذا ريك فلور عن طريق الستاند بايب لاين والكيلي هوز، زيها زي اي بريمة عادي لاند ريج او اوف شور، وينزل وننزل نحفر الاوبريشن بتاعت الدريلنج بتاعتنا عادي، ويجي لنا ريتيرن فلو، بيجي على الفلو لاين، فلو لاين ينزل على السوليد كنترول ايكويبمنت اللي هي الشيل شيكر او الشيكر هاوس، ينزل الشيكر هاوس يتوزع على حسب السكريننج اللي انت حاطه، سكرين سايز اللي انت حاطه في كل شيكر، حسب الفتحه اللي انت بتفتحها للبوسنبلي اللي هو موجود فوق في الشيكر، ينزل على الديساندر والديسيبتر، الكاتنج بيتعمل له ريموفال في الكاتنج بوكسز او كاتنج ستيبس، والجزء اللي اتعمل له ريموف للكاتنج بينزل في التانكات تاني، بيتعمل له ريسايكلينج عشان هو يعتبر كلوز سيستم، السيركيليشن سيستم يعتبر كلوز سيستم، فما ينفعش ان انا افقد الطفله اللي فيه، لازم الانبوت اللي انا بضخه في البير يجي لي نفس الريتيرن اللي انا رجع لي ككوانتيتي او فوليوم بتاع المود.
لو الفوليوم ده قل يبقى انا كده الفوليوم اوف ريتيرن قل عن اللي انا بضخه، يبقى انا كده معايا لوسز. لو الفوليوم اللي انا بضخه جالي اكتر منه، يبقى انا كده في حاجه في الفير بتجيب لي كيك او بتجيب لي جين. فكل حاجه من الحالات دي لازم ابقى مونيتور على دي، على الفلو بتاع المود قوي، لان دي حاجه مانداتوري للويل كنترول اوبريشن او اللوسز during drilling يعني. طيب دي صور حقيقيه للشكل يعني اللي احنا شفناه في الانيميشن. ده شكل فلو لاين، وبيبقى معانا هنا اوفر بورد لاينز، ده طبعا دايفرتر. دايفرتر بيبقى تحت الريك فلور، بيبقى فيكس تحت الريك فلور. زي ما قلنا في البورد سايد والستار بورد سايد، الناس دلوقتي عارفه ايه البورد وايه الستار بورد، اللي هو عن طريق يمين البريمه على شمال البريمه. الاوفر بورد لاين دي انا بتخلص من الطفله او الفذاذ او ايا كان، بعمل دايفرت للفلو على حسب اتجاه الريح، ستار بورد سايد او بورد سايد. الفلو لاين اللي جاي لي جاي لي راجع من البيت، يبقى بيدخل على الفلو لاين وبعد كده بينزل على الشيكر هاوس، الشيكر روم، طبعا الكنترول بانل بتاع الشيكر، وبعد كده الديسندر والديسيلتر، الديجازر، السنتر فيوج، والكاتنج ستيبس او الاوجر سيستم بينزل على الكاتنج بوكسز. اللي دي عشان ما ينفعش طبعا نرمي حاجه في الميه، عشان الانفايرمنت الكيميكالز دي تبقى ضرر للبيئه وضرر للبيئه البحريه، فما ينفعش يعني تعمل ويست ديسبوزل في الميه، عشان الكيميكالز دي بتبقى انفايرمنتال الليجل ان احنا نرميها ونعملها ديسبوز في الميه، فبيجي في الكاتنج ستيبس. الفلو لاين بعد كده الطفله اللي حصل لها سوليد ريموفال بتنزل على الفلو لاين، على الشيكر، على البيت روم، من هنا تدخل على البيت روم تكمل، بتتوزع طبعا بالبلط على البيت بيت روم التنكات. بعمل ترانسفير من تانك لتانك حسب ما انا عايز، كل حاجه طبعا دلوقتي بقت اوتومايز، غير بريم اللاند كل حاجه مانيوال، لا في بريم الاوفشور بتبقى الحاجات دي كلها بانل، بيبقى عندي سنسورز بتبين لي الكميات والترانسفير فوليوم اللي انا عايز اعمله. المود بومبس اللي موجوده يعني في طبعا ماركات كتير من المود بومبس، دي ماركه منهم اللي اسمها ويرث، فيها 4 مود بومبس. طبعا الوركينج بريشر حوالي 3500، طبعا بيتحدد حسب اللاينر سايز بتاع المود بومب. الباور ريتنج بتاعها 2200 هيس باور، بتختلف من بريمه لبريمه طبعا. ده شكل البامب روم، برضو زي ما قلت بيختلف من بريمه لبريمه، في بريم فيها 3، في بريم فيها 4 حسب الباور بتاع البريمه. طبعا كل ما يبقى معاك مثلا 4 يعني مات بومبس، كل ما كانت ادفانتج حلوه ليك ان انت بتستخدم الباك اب سيستم، يعني يبقى معاك مات بومب باك اب للثانيه لو في حاجه اي فيلير او حاجه. الهويستنج سيستم برضو نفس الكلام، بالنسبه للهويستنج سيستم بالنسبه للاذر ريجز بيبقى في كراون بلوك، ترافلنج بلوك، هوك، وسويفل هيد، ودرينينج لاين، بيبقى شكله جوه التوب درايف. طبعا في مودلز كتير منه، في حاجه اسمها دي دي اس، وفي حاجه اسمها التوب درايف سيستم، حسب التكنولوجي المستخدمه في كل بريمه، حسب التكنولوجي البريمه نفسها بتستخدمها عشان تميت ال requirements بتاعت الكلاينت يعني. ده شكل الديرورك، ده الباك باك اريا بتاع الريك فلور، ده الديرورك. الهويستنج سيستم برضو زي ما قلنا ال دايركت ماونتد فيرتيكال بايب هاندلنج سيستم، ده اللي هو الهيدروليك ده نوعه او اسم الشركه المصنعه، في حوالي بيقدر يشيل من 3.5 ل 13 و 32 جوينتس سايز، وبيساعد في هاندلنج الرايزر جوينتس. طبعا دي صور حقيقيه لاستخدام البايب هاندلر. فيديو سريع كده عن طريقه عمل، بس ده فيديو حقيقي، فيديو حقيقي من البريمه، ازاي بنعمل كونكشن، ازاي بنعمل كونكشن للبايبس عن طريق البايب هاندلر، عشان ممكن الناس تفتكر ان دي تكنولوجي موجوده بره مصر او كده، لا دي حاجه موجوده عادي جوه مصر وبنستخدمها، واحنا استخدمناها في الشغل بتاعنا. مجرد ان الفلور مان بيعمل شحن
على الماسوره، على البن بتاع الماسوره، وادي الهايدرا راكر اهو، ده شكله شايل فعلا الستاند اهو، حاجه كده بالفيديو. مجرد بس الفلور مان بيقف يعمل سنترنج للبايب على السنتر بتاع البير او على البوكس بتاع الماسوره اللي تحتها، وبس كده. هو ده دور الفلور مان، هو بس بيساعد في السنترنج وبيشحم الماسوره. الرقمك بيدخل طبعا، كل ده كنترول اوتوماتيك من كرنت الحفار، بيربط الماسوره بياخد عليها تورك، بس خلاص كده عملنا كونكشن والفلور مان شال السليبس، ونازلين بالدريبنج عادي. ادي الهاند بتاع الركر بيمسك او بيعمل جريب على الماسوره على الستاند من تحت ومن فوق ومن النص، وبيرفع الستاند وبيعمل انداتش للفينجر، وبيحط حتى الاليفيتور هنا، يعني باور اليفيتور بيستخدم اوتوماتيك اليفيتور، بيفتح ويقفل من عند كابينة الحفار، مفيش حد بيفتح أي حاجة. كل ده طبعا يعني فور مور سيفتي للإنسان، كل ما التكنولوجي تبقى أعلى كل ما بيبقى مور سيفتي للأفراد اللي شغالين في الحفار، بحيث إن هما ما يعني يقلل الهاند وورك أو الانترفنشن مع الإكويبمنت، الهيفي إكويبمنت دي، بحيث إن هو يقلل الإصابات ويبقى كل حاجة أوتومايزد. الروتيشن سيستم برضو زي ما هو موجود في اي بريمة، روتري سيستم، روتري تيبل او التوب درايف سيستم، بيبقى موجود. هو ده اللي بنعمل عن طريقه الحفر نفسه او الروتيشن بتاع السترينج عشان نعمل افيشنت دريلنج. طبعا بقى زمان في كيلي وكده، كيلي بنستخدمها في الحفر، طبعا الحاجات دي في البريم اللاند القديمه كمان، يعني حتى ريج اللاند ريج الجديده ما بقى قليل اول ما تلاقي فيها يعني كيلي، هي كل دلوقتي بقى شغال توب درايف. وطبعا الاوفشور مع ريت البريم العالي ما ينفعش ان انا اجيب حاجات تستخدم ككيلي، لازم يبقى فيها توب درايف، يبقى باورفول توب درايف كمان عشان يقدر يشتغل في لودز عالية ويقدر يشتغل في دبسز عالية ويشد وزن مواسير أعلى ويعمل efficient drilling operation. ده شكل التوب درايف انتجرال جوه الديريك، يعني دي بريمة موجود جوه الديريك أهو. نيجي بقى للحاجات المختلفة، إيه الاختلاف؟ الرايزر سيستم أو المارين رايزر سيستم، الاختلاف ما بين اللاند ريجز أو الأوفشور ريجز اللي هي الشالو زي الجاكوب ريجز واللي معانا السيمي سبمرسيبل ريجز او الدريل شيب. مواسير الرايزر هو ليها فانكشنز اساسيه اللي هي بتعمل كونديوت بتوين ذا ويل اند دريلنج فيسل، هو دي وسيله الاتصال للفلويد اللي انت بتضخه في البير، ما بين البير اللي هو فتحته بتبقى على السيبد وما بين البريمه فوق، عشان ما يحصلش لوز للمض اللي انت بتضخه في البير. بتعمل سبورت كوميونيكيشن للبي او بي سيستم، البي او بي بيركب تحت الرايزر جوينتس، بيبقى فوق ستيفد البي او بي، يعني سب سي بي او بي، مختلف عن اللاند ريجز. اللاند ريجز بيبقى البي او بي موجود تحت البريمه على طول، لكن في السب سي اوبريشنز بيبقى السب سي بي او بي موجود فوق المد لاين او السيبد. فطبعا انت عشان تعمل كنترول على البي او بي ده او تفتح الرامز او تقفل الرامز، لازم يبقى في وسيله اتصال ما بينك وما بينه عن طريق الرايزر، يبقى في فتحات هنشوفها ازاي بنوصل الهيدروليك فلويد وبنشغل البي او بي. هو بيعمل لك جايد للتولز انت دوال، يعني انت لو نزلت في الاوبن ووتر كده انت ممكن الكرنت ياخدك يمين شويه شمال شويه، يعمل يخليك اوف سنتر من الويل سنتر. فانت لو عندك اكسس من فوق لغايه تحت كل لغايه الفتحه بتاعت الويل سنتر عن طريق الرايزر، انت عندك كده زي الانالوج بتاع البير، فما ما مش هتروح لحته بعيده، كده كده هتستاب ان جوه الويل سنتر بسهوله. طبعا هو بيستخدم كرننج او ريسيفنج سترينج فور ذا بي او بي، البي او بي ده عشان انزله ما بينزلش لوحده، لازم بيتربط في مواسير الرايزر، وعن طريق المواسير دي بينزل للبوتن.
طيب البايب الاو دي بتاعها تقريبا حوالي 21 ونص، الاي دي بتاعه 19 ونص. وخلينا نركز على الاي دي ده شويه، هنحتاجه قدام وهنعرف احنا بنستخدم امتى رايزر وامتى، وليه ليميتيشن الاي دي ده بيعمل لنا ليميتيشن في ايه. طيب زي ما قلنا الرايزر جوينت بيبقى فيها فيكس لاينز من الانسايد، يعني جسم الماسوره نفسه اللي هو ده بيبقى فيه 6 فتحات زائد البولت اللي انا بستخدمها، في الكيل لاين وفي التشوك لاين في البوستر لاين، دول الخطوط الاساسيه اللي انا بستخدمهم في الاوبريشن بتاعت الويل كنترول، او الكيل لاين والتشوك لاين. البوستر لاين انا بستخدمه يعني مصطلح مختلف حتى شويه عن السيرفس بي او بي، ان انا بستخدم البوستر لاين ده في اعمل سيركوليشن جوه الرايزر سيستم اباف البي او بي، يعني انا بعمل سيركوليشن للكاتنج اللي انا حفرته في البير عن طريق البامبس والسترينج اللي بيطلع في الانالوس. بعد ما بيطلع في الانالوس المسافه بقى عشان يطلع 1500 متر دي من السيبد لغايه السيرفس هتاخد وقت كبير جدا، فانا بشغل حاجه اسمها البوستر لاين موجود فوق البي او بي بيساعد ان انا اعمل سيركوليشن بريت عالي ما ياثرش على البوتوم هول بريشر او ما يعملش باك بريشر على البير، وفي نفس الوقت يعمل ترانزميشن او ترانزميت للكاتنج للسيرفيس بصوره سريعه عشان اوفر وقت السيركوليشن او الكومبليت سايكل بتاع التصليح. في حاجه اسمها كوندويت لاينز، الكوندويت لاينز دول بيبقوا بستخدمهم عشان اضخ الهيدروليك فلويد اللي بيشغل البي او بي وبيشغل الاوبريشن بتاعت البي او بي كرامات باي بلان او انرال رام او اي اوبريشن للبي او بي. في حاجه اسمها الجلايكول انجكشن لاين، ده حاجه موجوده في السب سي بي او بي، علشان طبعا السب سي بي او بي في اماكن مش متواجده في مصر كتير او ممكن تكون متواجده، عن طريق الراجع بتاع البير بيحصل ثروتلنج او تخنيق على الفلويد، ساعات بيبقى فيه غازات بيعمل حاجه اسمها هايدريت، دي حاجه خدناها كلنا في الكليه اللي هو الجهاز هيدريت غاز الميثان، بيبقى موجود جوه سوليبل جوه الطفله، مجرد ما الضغط بيبتدي يقل عليه لان الهيدروستاتيك قلب بتاع المض اللي جاي جواه الجهاز عند البي او بي بيحصل هايدريت فورميشن، ان الميثان ده بيتكون عليه مولوكيولز من الجاز بيتكون عليه مولوكيولز من الفري ووتر بتكون هيدريت تعمل لي بلوكج لللاينز او بلوكج للويل هيد بتاع البي او بي تحت البي او بي او البي او بي لاين، فبنضخ حاجه اسمها جلايكول علشان يمنع تكوين الهيدريت جوه الويل هيد او جوه البي او بي. ده شكل مواتير الرايزر زي ما شفنا الرايزر ديك من شويه في الفيديوهات اللي هو في الاسم بتاع البريمه، دي صور حقيقيه لمواتير الرايزر مرصوصه. هنشوف فيديو سريع كده، انا بحاول ان انا بس احط فيديوهات كتير عشان الناس تبقى متخيلة شكل الرايزر سيستم او شكل الاوبريشن نفسها بتتم ازاي، ما يبقاش مجرد صور بس. وهنحاول نجري الفيديو شوية. ده بيبين الفيديو ده بيبين الهاندلنج بتاع البي او بي وازاي بنربط البي او بي في الرايزر جوينتس. ده البي او بي اريا بيتحط على البي او بي ترين اللي هم دول بيشيلوا البي او بي يحطوه، بيجي الرايزر ترين بنسميه رايزر يوك او رايزر ترين، بيبقى فيه زي مشبك كده من هنا بيمسك ماسورة الرايزر من ناحيتين عشان المواسير ما فيهاش ليفتنج بوينت، فبتبقى بتنزل بالطريقة دي أسرع وإفيشنت ان انا اعملها بالكرين العادي او ان انا اعملها بالواير. بستخدم الرايزر هاندلنج اكوبمنت عن طريق التوب درايف ان انا امسك ماسورة الرايزر وابتدي انزل ماسورة الرايزر في البير من الريج
لغاية طبعا ده بيبقى باور سليف بيقفل هيدروليك عشان يمسك ماسورة الرايز. نجيب الماسورة اللي بعدها. البي او بي بيجي يتحرك بالترولي بتاعه، البي او بي ترولي بينزل، الماسورة الرايزر بتنزل فيها وتتربط في البي او بي عشان ده يعتبر الرننج تول بتاعت البي او بي، وبتبتدي تنزل بالبي او بي في الماية عن طريق الرايزر. بربط طبعا مواسير الرايزر واحدة ورا التانية بنفس الطريقة. طيب ده بالنسبة للرايزر سيستم، ده طبعا صورة للرايزر يوك أو الرايزر جوينت كرين، بيبقى فيه زي هوك كده بيمسك الماسورة من اليمين والشمال. المواسير الرايزر هنا لاحظنا فيه ألوان مختلفة، أصفر وأحمر وأخضر وأسود، ومواسير من غير عوامات. دي بتبقى الديزاين بتاع الرايزر على حسب الفلوتنج اللي أنا عايزه. أنا دلوقتي بنزل 1500 متر، بيبقى فيه سب سي انجينير موجود على البريمة، ده مهمته كلها البي او بي او شغله كله البي او بي والرايزر سكتش او ديزاين حسب المنطقه اللي انا فيها. بيوصل يعمل ديزاين انا عايز فلوتنج قد ايه، وعايز كل واحد من دول ليه وزن، بيبقى فيه تيبل كل واحد من دول وزنه قد ايه، بيعمل سكتش او بيعمل رانينج ليست لمواسير الرايزر. هننزل بالترتيب ده لان كل حاجه بتبقى محسوبه البوينت افكت بتاعتها مع الميه علشان الليميتيشن بتاع الويذر في المنطقة دي. هنا الريك فلور، دي صور برضه حقيقية للريك فلور بتاعة الرايزر، يعمل روتري وينزل الرايزر جوينت تربط بالمسامير. في حاجة اسمها التيرمينيشن رينج، التيرمينيشن رينج أو التيرمينيشن جوينت، هو إحنا قلنا المواسير بتاعة الرايزر بتبقى يعني بتبقى جواها الست خطوط بتوع الكيل لاين والتشوك لاين والبوستر لاين والكوندويت والجلايكول انجكشن. طيب الخطوط دي لو كلها مواسير ريجيد في بعضها مع حركه البريمه، طبعا البريمه فلوتنج اب اند داون كتير، بيعمل فورسز وممكن يعمل فتيك في الماتيريال. فانا بحتاج ان انا اجي في نقطه اعمل عند التيرمينيشن رينج، هي حتى اسمها من اسمها تيرمينيشن يعني انتهاء اللاينز دي اللي هي فيكسد اللي هي زي كده في الجسم بتاع الرايزر، بتنتهي هنا بتخش تتحول على هاي بريشر كوفليكس هوز او الهاي بريشر هوزز. دي تقدر تستحمل ضغط عالي زيها زي اللاينز بالظبط، بس عشان تبقى فليكسبل معايا هوزز بتتحرك معايا اب اند داون مع البريمه، مع حركه البريمه ما تتكسرش، ما فيش اي فتيج يحصل في الماتيريال نفسه لانها ما ينفعش تبقى فيكسد لاينز. فبنعمل حاجه اسمها تيرمينيشن رينج بتبقى موجوده تحت السي، يعني تحت السي ليفل بشويه، نقدر ان احنا نقدر نطلعها للسيركس ونوجه كل واحد للانبوت بتاعه من على السيركس. نظره سريعه للسكتش ده، هو يعني شكل كان زميل معانا هو اللي مصممه. ده بيبقى شكل الرايزر سيستم، طبعا ادي البي او بي بيبقى تحت اهو، وعندي بوينت جوينت رايزر ادابتور بوينت جوينت وهكذا. بيجي في اخر الخطوط دي بتتجمع في ترمينيشن رينج. بعد كده في حاجه اسمها تلسكوبيك جوينت، هنعرف التلسكوبيك جوينت بتاعت ايه، وبعد كده تنشنر رينج وفليكس جوينت هنعرف برضه بتاعت ايه، وبعد كده الدايفرتر والروتري كده. فده شكل اوفر فيو كده سريع عن شكل او السكتش بتاع الرايزر جوينت. طيب ايه الاختلاف برضو بقى في السيستمز بتاعه الريجز الديب ووتر او الفلوتنج ريجز؟ الريج موشن كومبنسيتور دي اهم حاجه بالنسبه يعني اللي يميز البريمه دي. انا ممكن اعمل عندي موست باورفول يعني اوبريشن او موست باورفول سيستمز موجوده على البريمه كدريلنج هويستنج وموست باورفول روتري ودرو وورك ومات بومز، بس في نفس الوقت ما اقدرش استخدمها من غير ما يكون معايا ريك كومبنسيشن سيستم محترم او يبقى باورفول بحيث ان هو يقدر يتقاوم الفورسز اللي بتتعرض لها البريمه اثناء الاوبريشن. طيب ايه الفورسز مبدئيا اللي بتتعرض لها الدريل شيب؟ هو طبعا ويند وفي الويف وفي الكرنت تحت في الميه،
كل واحد من دول ليه طريقة في التغلب عليه. طيب البلالين القديمة كان بتستخدم، أو لسه فيه طبعا ريجز بنستخدمها، بتبقى أنكرينج سيستم، بتتشد بأنكر سيستم بجنازير بتثبت في على السيبد عشان ما يحصلش إن هي تتحرك من مكانها. طبعا التكنولوجي تطورت قوي في موضوع الفلوتنج، الموشن كومبنسيتور سيستم في الفلوتنج فيسل، وبقت إن إحنا دلوقتي بنستخدم دايناميك بوزيشننج. الدايناميك بوزيشننج أو الدي بي سيستم ده بقى أغلب الاوفشور ريجز بتستخدم الدي بي سيستم علشان تقدر تثبت البريمة في مكانها وتوفركم او تفورس الفورسز اللي بتأفكت الناتشرال فورسز اللي بتأفكت الريج. طيب الموشنز يعني دي الاسامي دي هتسمعها كتير قوي لو انت شغال في الاوفشور، ويجي لك الويذر فوركاست بتاع الاوبريشن، وده طبعا بيجي بشكل يومي كذا كذا مره في اليوم عشان نبقى عارفين الويذر اللي احنا بنقابله ايه، سواء باد ويذر او سواء ويذر نورمال ويذر او كده. فدي زي فورسز او موشنز بتتحرك، بتحرك البريمه. اساميها ممكن تبقى مش متداوله قوي، بس دي يعني بتجنك الريبورتس ان انت بتشوف الهيف بتاعك، الموج بارتفاع الموج قد ايه، البيتش والرول، البريمه بترول في الاتجاهات ازاي علشان نقدر نثبتها في مكانها. طيب احنا دلوقتي جالنا السيستم ده، انا عايز اثبت البريمه في مكانها، ده طبعا لازم في حاجه اسمها اوفست، في ليميتيشن، ما ينفعش ان انا اروح في مكان ببريمه مش عندها الكابابيلتيز ان هي تقف وش في الويزر ده واقول هحاول، لا كل حاجه تبقى محسوبه وكل حاجه بيبقى لها ليميتيشن. ففي حاجه اسمها مثلا فيسل اوفست، ده برسنتج اوف ووتر ديبث فور فلوتنج ريجز، هو الديسبيسمنت بتاع البريمه بتتحرك ورا وقدام قد ايه مع الووتر ديبث، يبقى في ريشيو. كل بريمه بتختلف من واحده للثانيه. طب انا دلوقتي عايز هوريكم السيستم ده بيشتغل زي كمبيوترايز، حاجه يعني كمبيوترايز شغال. طبعا السكين دي بتبقى موجوده عند الدايناميك بوزيشننج تيم، الرايزر بيتحرك اهو نتيجه الويف فورسز، صح؟ دي رايح جاي رايح جاي، لازم يبقى ليميتيشن. لو لقيت نفسي ان انا خرجت بره الاريا اللي رحت في ريد زون، هبقى انا كده دخلت في منطقه خطر، فلازم اعمل ديسكونكت من البير. طب انا دلوقتي طول ما انا في الاريا الزرقاء دي مفيش مشكله، هقدر اتحرك يمين وشمال وبحرك البرنامج عشان اخلي فيه سنتر من غير ما اي مواسير من مواسير الرايزر تتقطم او يحصل لي مشكله. بعمل بوزيشننج للبريمه، فيها طبعا ليميتيشن معين بيختلف من بريمه لبريمه، الاكوبمنت بتاع البريمه لبريمه تانيه طبعا حسب المانيوال بتاع البريمه، بيقول لك هو ده طبعا اللي بيتحكم فيه في حته ان انا افضل موجود على البير ولا اعمل ديسكونكت. يعني بيحصل اوقات كتير ان يبقى في باد ويذر بيوصلك لمرحله ان انت ما ينفعش هتعدي الليمت بتاعه ان انا واقف فوق الويل سنتر، هيحصل ان انا هزيد عن مثلا هنا في الدريلنج 5 ديجري في جدول كده بيبقى الاكسبتبل ليمت لكل فلوتنج ريج، وايه الاوبريشن اللي بتعملها بتختلف تماما من اوبريشن لاوبريشن. لو بعمل تيستنج مثلا 6 ديجري رول وولتج والهيت ماتيريال ترانسفير هكذا، زي ما بنعمل ليميتيشن في الاوبريشن لو ويند سبيد عليت او بنوقف الاوبريشن كسيفتي ايشو، هي نفس الكلام هنا كسيفتي ايشو برضو، وسيفتي للبير ان يعني انا لازم يبقى عندي ليميتيشن حاجه ستاندرد بمشي عليه او المانيوال بتاع البريمه بيقول لي كده، ده اللي بيحكمني ان انا اعمل ديسكونكت من على البير او افضل مكمل اوبريشن عادي. طيب الحركات بقى بتاع البريمه اللي احنا شفناها دي، في حركه فيرتيكال وحركه هوريزونتال وفي حركه للدريل سبرينج نفسه، بمعنى ان انا دلوقتي البريمه نفسها هتتعرض ان هي اب اند داون، وفي يمين وشمال او ورا وقدام، وفي حركه للتوب درايف. طب انا دلوقتي عايز اعمل كومبنسيشن لاي حركه بحيث ان انا لازم الجير بتاعي يبقى ثابت، ما ينفعش ان انا اكون بحفر في مكان والاقي البريمه كلها عماله تتحرك بالدريل سترينج، اجي احط مثلا ويتون بيت
10 كي، الاقي نفسي ال10 دول عمالين يلعبوا مثلا، يوصل 15 وينزل تاني من 3 وهكذا. طب ما هو الترزيع ده في الدريل سترينج هيكسر الايكويبمنت، فلازم يبقى في كومبنسيشن لاي حركه بتتعرض لها البرين، سواء فيرتيكال هوريزونتال او الدريل سترينج. طيب ايه الطرق او الحاجات اللي انا بستخدمها عشان اعمل كومبنسيشن للموشن دي؟ اول حاجه الفيرتيكال موشن كومبنسيتور، اللي هو عن طريق حاجه اسمها رايزر تنشنر وسليب جوينت، هنشوف صور ليها الحاجات دي بنستخدمها ازاي. الهوريزونتال موشن بنستخدمها اللي هي بتعمل بيتش رول، اللي هو الحركه الجانبيه للبرينه، عن طريق الفليكسبل جوينت او البول جوينت، هنشوف برضو فيديو ازاي بتشتغل. والدريل سترينج موشن كومبنسيتور بيعمل كومبنسيت للدريل سترينج نفسه علشان يمنع اي حركه فيرتيكال توصل للسترينج نفسه او التوب درايف، عشان اقدر احط البارامترز اللي انا عايزها من غير ما يحصل اي مشكله. طيب هنشوف فيديوهات كده سريعه، دي فيديوهات حقيقيه للموشنز اللي بتتعرض لها البرنامج. يعني مثلا هنا ده فيديو بيوريك الحركة بتاع البريمة للحظة الأولى كده. لما أنت هتبص في الفيديو هتفتكر إن البير ده، البير اللي إحنا قلنا عليه بتاع اللي تحت الريكت رول، أنت هتشوف هتقول ده إيه ده، البير ده بيتحرك. لا، هو أكشولي مش البير اللي بيتحرك، البريمة إحنا نفسنا اللي بنتحرك، أو البير اللي الناس اللي بيصوروا الفيديو هم اللي على البريمة، هي البريمة نفسها اللي بتتحرك. الفليكسيبل جوينت أو اللي هو التلسكوبيك جوينت ده بيفتح وبينزل وبيعوض الحركه بتاعه البير، علشان البير نفسه يفضل ثابت مع التنشنر وايز. الحركه كلها اللي بتاعه الفيرتيكال دي بتروح في التلسكوبيك جوينت، بيفتح ويقفل عامل زي التلسكوب، وفي تنشنر وايز تفتح وتقفل عن طريق بيستونز موجوده وشي موجوده فوق عند البالونه من فوق، لكن البير نفسه ثابت ما بيتاثرش بالوزر ده، علشان اقدر اكمل اوبريشن ده، والليميت بتاعت البريمة سامحة ان انا اكمل اوبريشن. طيب دي الحركة الفيرتيكال. الحركة الهوريزونتال ما يتهيأ لك برضو ان البير هو اللي بيتحرك، لا، هي البريمة اللي بتتحرك يمين وشمال، والبول جوينت ده او الفليكس جوينت ده هو اللي بيكونفنسيت الحركة من هنا، وفي واحد زيه تحت عند البي او بي بيعوض برضو الهوريزونتال موفمنت للبريمه. وبرضو دي الشيفز اللي انا قلت عليها بتبقى ماسكه التنشنر واير وهي اللي بتتحرك. طيب ازاي بيحصل الكومبنسيشن بقى كل ده مع بعض؟ عن طريق ايه؟ الموشن كومبنسيشن. بص على اللي انا كنت بقول عليه، ان البريمه نفسها هي اللي بتتحرك والسترنج نفسه ما بيتحركش، ادي التوب درايف اهو ثابت والسترنج ثابت. اللي بيتحرك ايه؟ اللي بيتحرك الجزء ده هنا طبعا، ده الكراون موشن كومبنسيتور او التوب كومبنسيتور، ده بيبقى موجود على الكراون فوق، هو اللي بيتحرك عشان كبستون بيفتح وبيقفل عشان يحافظ على ثبات الدريل سترنج. طيب البريمه نفسها بتتحرك، وما ممكن تتحرك ماسكه في الرايزر، الرايزر هيفضل يتشد وينزل تحت. لا، في شيفز، الشيفز دي مربوطه ببستون بيتحكم في الطلوع والنزول بالبريمة عن طريق التنشنال رينج، اللي هي دي شفنا صورتها في اول البرزنتيشن خالص صوره حقيقيه ليها، وبتبقى موجوده في البيستونز، هي اللي بتفتح وبتنزل علشان تتحكم في الموشن بتاع البريمة. طيب احنا كده ده بالنسبه لي طبعا التنشنال رينج اللي انت شفته في الفيديو، فيها وايرز، الوايرز دي هي اللي بتطلع وبتنزل، والتلسكوبيك جوينت ده هو اللي بيفتح وبينزل زي ما شفناه في الفيديو. هنا ده شكل التنشنال رينج، ده الكنترول بانل بتاع التنشنال رينج، والتلسكوبيك جوينت ده شكله اهو، التنشنال سيفز، وهنا التنشنال بيستونز، بتبقى موجوده بيستونز على جناب البريمه هي اللي بتعمل كومبنسيشن للحركه الفيرتيكال. التنشنال ده طبعا بيبقى ليه سيستم معين اسمه مارين رايزر تنشن سيستم، تنشنال سيستم ده يعني بيكيب فيرتيكال كونستنت، فيرتيكال فورسز كونستنت على الرايزر، والفلوتنج فيسل موف اب اند داون. بيبقى ليه بيشتغل بهاي بريشر اير، لازم نبقى محافظين على البريشر بتاعه عشان خاطر ما يحصلش فيه اي فيلير، لازم يبقى شغال على طول.
وادي البيستونز اللي فيه بتشغله مع الواير سيفز والروب واير روبس. طيب البول جوينت شكله ايه والفليكس جوينت؟ ادي البول جوينت اللي احنا قلنا بيحافظ على الحركه الهوريزونتال، بيكمبنسيت عن طريق ان هو نفسه بيميل يمين وشمال وما بيأثرش على الرايزر جوينت. ونفس الكلام الفليكس جوينت اللي موجود تحت فوق البي او بي على طول، برضه بيحافظ على البي او بي نفسه والسترنج بتاع الرايزر، مواسير الرايزر، بحيث ان هو ما يعرضهاش لفورسز تقدر يعني تكسر اي حاجه في السيستم بتاع الرايزر سيستم ده. في عندك برضه الديزل سترنج موشن كومبنسيتور اللي هو شفناه في الفيديو اللي هو موجود على الكراون، كراون موشن كومبنسيتور او التوب كومبنسيتور. طبعا الادفانتج بتاعته ان هو بينمايز الوير انسايد البي او بي والرايزر، لان انت لو كل شويه البريمة طالعة ونازلة والسترينج طالع ونازل هيحصل وير في الماتيريال نفسها بتاعت البي او بي، البي اتش اي او الدريل سترينج عمال يعني يعمل فريكشن جوه البي او بي، هيبوظ البي او بي من جوه، هيبوظ مصير الرايزر من جوه، فده لازم برضه احافظ عليه. بلس ان انا طبعا بيبرميت الكنترول بتاع الوزن اللي انا بحطه على الدقاق، انا بحط وزن على الدقاق معين بحيث ان هو يعمل كنترول على الوزن ده، ما يزيدش الوزن او يقل حسب حركه البريمة، ابقى حافظ على حاجه ستيبل وعشان اوصل efficient operation. ده شكله يبقى متركب ازاي فوق على البريمة على الكراون. هنا بنشوف بعد كده النقطه الثانيه اللي هي الستيشن كيبنج سيستم او اللي هو الدايناميك بوزيشننج والمورينج. زي ما قلنا المورينج سيستم هو بيهولد البريمة، او عاده بتبقى السيمي سبمرسيبل ريجز عن طريق واير بيتثبت في الارض بتاع البحر او المد لاين بانكر او تشين وانكر، بيثبت البريمه من كذا اتجاه عشان ما يحصلش اي فيلير في البوزيشننج بتاعي. بعد كده الحاجه الادفانسد شويه الدايناميك بوزيشننج، طبعا ده هو السيستم اللي بنستخدم في اغلب الريل شيبس دلوقتي، دايناميك بوزيشننج اللي هو عشان نحافظ على اللوكيشن، الريك تبقى اون لوكيشن. هو حاجات اكوستيك، حاجات ساوند ويفز بتتعامل مع جي بي اس، و عن طريق هيدروفونز زي شغل الجيولوجيا كده، تسجيل الجيولوجيا جيوفونز وهيدروفونز. بس حاجه طبعا ليها علاقه بقى ايه بالقمر الصناعي، ان هو بيرسل اشارات صوتية، وهنا الترانسبوندر اللي احنا شفنا صورتها في اول البرزنتيشن فيها باتري دي محطوطة على الارض وبترد الاشارات وبتعرف مكانه عن طريق الكمبيوتر، بيظبط الثراستر سبيد اللي هي بتبقى الدفعات بتاعة المركب اللي هي دي، بيظبط فيه ثلاثة ورا وثلاثة قدام، بيقدر يظبط السيستم نفسه. طيب السيستم ده بيشتغل ازاي؟ السيستم ده بيشتغل عن طريق ان هو بيرسل اشارات ادي البريمة وصلت اللوكيشن، يبتدي يرسل اشارات من القمر الصناعي بنزل الترانسبوندر سواء بالكرين او بالبريمه عن طريق البريمه بشكل الدفعات بتاعه المركب الثراستر موجوده في السيمي سبمرسبل والدريل شيب. بعمل بوزيشننج، ده البريدج بتاع البريمه بيعمل بوزيشننج للبير للبريمه على الويل سنتر. واهم حاجه ان طبعا نخلي الريك فلور تبقى فوق الويل سنتر بالظبط عشان لما انزل بالمواسير انزل على الويل سنتر. فدي هم الثمان 8 ترانسبوندر مرصوصين بشكل معين بحيث ان انا اعمل كوريليشن للسنتر
ويرسم لي اريز يقول لي انت كده عملت سكواد ان في الاكس والواي اللي متحدده من اداره الاستكشاف او من الشركه الكلاينت، ان انا لازم ابتدي اسكواد ان من البيت في النقطه دي. طيب ده كده يعني ملخص سريع عن الديناميك بوزيشننج عشان برضو ما نطولش في الحاجات دي. ده مبدئيا كده السب سي كنترول اكويبمنت او سوري السب سي سيستم كومبوننت. في كنترول اكويبمنت اللي هو البي او بي، وفي رايزر اكويبمنت رايزر سيستم والبي او بي. طبعا البي او بي احنا قلنا الفرق بينه وما بين اللاندنج ان انا عندي البي او بي هنا تحت على السي بيد، مختلف عن البالرين اللاند بيبقى فوق على الفلور، او حتى البالرين الجاكر بيبقى فوق على البالرين في البي او بي اريا. البي او بي هنا اختلاف طبعا كبير جدا ما بينه وما بين السب سي، ما بين اللاند ريج في الكومبوننتس بتاعته، في الباورفول بتاعته، في المينتنس بلان بتاعته. لازم يبقى مختلف لان انت عندك حاجه بتاخد وقت كبير قوي ان انت تنزلها او تعملها ريتريف، فهو يعني مينيمم 6 شهور، ولازم يعني ماكسيمم 6 شهور لازم يطلع. يعني انا ممكن احتفظ بالبي او بي ده في البير 6 شهور من غير ما اعمل له اي مينتنس، يعني طبعا يعني بريفنتيف مينتنس او يعني بروتكتيف مينتنس، ان انا بعمل مينتنس بس صيانه طبيعيه. طبعا لو في حاجه باظت لازم اطلع البي او بي عشان ما اقدرش اكمل اوبريشن. بعمل سكيورنج للبير وبعمل ديسكونكت للبي او بي وبطلع بيه للسيرفر، ما اقدرش اكمل الاوبريشن بتاعتي من غير ما يكون معايا بي او بي افيشنت ان هو يعمل كنترول على البير في اي وقت من الاوقات during الاوبريشن. فلازم يبقى عندي فرايتي كبيره جدا للرام سايز اللي انا بستخدمها في البي او بي. لازم يبقى عندي فرايتي في الكيلنج بروسيجر، ان انا اقدر اقتل بطريق كذا طريقه او من كذا اتجاه. فهنلاقي مثلا في بلاريم اللاند السيرفيس بي او بي موجود في كيل لاين وتشوك لاين. هنا عندك كيل لاين وتشوك لاين، بس عندك في ابر كيل لاين ولور كيل لاين، عندك ابر تشوك لاين ولور تشوك لاين. فده بيحس ان لو في حاجه منهم باظت او حصل فيها بلوكج اقدر ان انا استخدم الباك اب تاني او ان انا اسركن ما بين الرامات. طيب البي او بي نفسه بيبقى السايز بتاعه 18 3 ارباع، عاده بيبقى 15 كي. هو بيبقى الويل هيد طبعا، يعني الترتيب بتاعه بيبقى الويل هيد حاجه اسمها ال ام ار بي. ال ام ار بي ده هو الجزء اسمه لور مارين رايزر باكج، ده الجزء اللي هو يعتبر ده اللي فوق البي او بي. من فوق ده البي او بي الرامات لغايه هنا، كل ده جسم البي او بي الاولاني. في جزء تاني اسمه ال ام ار بي لور مارين رايزر باكج، ده بيبقى فيه ابر انر. طيب ايه لازمه ال ام ار بي ده؟ ال ام ار بي ده مصطلح مشهور قوي في التوب سي، يعني ده انا بستخدمه في حاله ان انا عندي ويزر عالي، يعني above الليميتس بتاعتي. انا قلت لكم من شويه ان انا ممكن اقدر اعمل ديسكونكت من البير. يعني ايه اعمل ديسكونكت من البير؟ يعني انا دلوقتي واقف فوق الويل سنتر، ازاي همشي واسيب البير؟ هل ينفع ان انا امشي واسيب البيت كده فجأة؟ لا، لازم يبقى في بلان. في حاجة اسمها اباندنت بلان او بي اند اي بلان، بتبقى حاجة تمبرري مش بيرمننت، يعني حاجة مؤقتة، ان انا هقعد هبعد عن البير لمدة 3 ايام او 4 ايام حسب الوزر فوركاست اللي بيجي لي، وهرجع تاني اكمل اوبريشن لما الوزر يظبط معايا او يبقى كويس. طب حسب الليميتس بتاعت البرنامج بتاعتي وحسب الرايزر جوينتس. طيب ال ال ام ار بي ده هو فيه كونكتور هنا، ال ال ام ار بي كونكتور. ال ام ار بي كونكتور ده انا بعمل ديسكونكت للجزء العلوي بالبي او بي اللي هو الابر انر واللي هو ده، ومعاه طبعا مواسير الرايزر اللي موصله معايا للسيرفس. لما بعمل ديسكونكت من فوق البي او بي بمشي بالجزء الاولاني او اللي هو فوق الابر بارت ده من فوق الويل سنتر، وابعد في السيف اريا بحيث ان الرايزر نفسه ما يتعرضش، ان الرايزر يعتبر ممسوك من تحت ممسوك من فوق، فاي فورسز بيتحركوا زي ما شفنا يمين وشمال ممكن يعدي الليميت اللي هو اللي يقدر يتحمله الرايزر ده ويتكسر او يتقطم. فبمشي بالجزء اللي هو الان ام ار بي، بعمل ديسكونكت للبريمه من على الويل سنتر وبمشي بيه
في سيف اريا لغايه لما الويذر يبقى كويس، وارجع تاني اعمل كونكت من غير ما احتاج ان انا اطلع البي او بي بالرايزر، لان ده بياخد ايام، يعني بياخد اب تو يعني ممكن 7 دايز ان انا اعمل ديسكونكت للبي او بي واطلع بيه للسيرفر. فطبعا لو انا عندي الويذر فوركاست ان انا بعد بكره هيجي لي باد ويذر او جاي لي ويذر عالي، فلازم يبقى معايا طرق ان انا استخدمها ان انا احل المشكله دي. فدلوقتي انا عندي موضوع سهل ان انا اعمل ديسكونكت للجزء الابر انور ال ام ار بي، واعمل ديسكونكت وامشي بيه بعيد لغايه لما ارجع تاني في الوقت المناسب. طيب زي ما شفنا من البوتوم للتوب كده، او من التوب للبوتوم للسيستم نفسه، في رايزر ادابتور اللي هو ده يبقى فوق، بعد كده الابر انلر والفليكس جوينت، بعد كده الابر انلر والابر هيدروليك كونكتور واللور انلر، بعد كده الرام تايب. طبعا هنا الرام بريفنتر او البايب رام بتختلف طبعا من الكونفيجريشن بتاع بي او بي من بريم لبريم حسب العقد وحسب الكونتراكت اللي ما بينه وما بين شركه الكلاينت، هو عايز ايه فيكسد رامز او عايز فاريبل رامز حسب السايز بتاع المواصيل المستخدمه، سواء 13 3 2 13 5 2 السايز بتاع البايبس اللي انا بستخدمها. فطبعا كل ما كان الموضوع فاريبل معايا ان انا معايا رام تقدر تقفل على سايز مختلف من المواسير، يعني في اللاند ريجز لو حد طلع لاند ريجز بيجوا في الاوبريشن في وسط بعد الكيسنج بريك بيغير، يقول انا هغير الرامات من 5 بوصه مثلا دريل بايب 5 بوصه اللي بتقفل على دريل بايب لكيسنج رام 9.5 او 7 بوصه او ايا كان. ليه انا بغير الرام ده؟ لان لازم يبقى معايا حاجه تقفل على البايبس بالاوتر سايز بتاعها غير الانرال رام، لازم يبقى معايا حاجه سكند ديفنس ان انا اقدر اقفل بيه البير من غير ما يبقى معايا يعني واحد بس ديفنس، واحد بس ديفنس لاين واحد. فهنا بيبقى كل ما الموضوع فاريبل معايا كل ما كان الموضوع احسن علشان يديني فرايتي في الاوبريشن اكتر. يعني يعني طبعا 3 ونص 7 5 2 ده سكتش البي او بي بتاع كاميرون 18 3 4 الرايزر اي دي 13 وربع. لسه انا ما قلتش الرايزر اي دي ده ليميتيشن معانا في ايه، هتيجي في السيكونس بتاع الاوبريشن نفسها. ده شكل البي او بي شفناه في الطرق قبل كده، طبعا حاجه عملاقه جدا مختلفه عن البي او بي بتاع السيرفس بي او بي. ده هنا البي او بي ترولي او البي او بي رانينج تول، بي او بي كرين سوري، ده بي او بي كرين اللي بيشيل البي او بي من مكانه ويحطه فوق الويل هيد او سوري او البي او بي ترولي علشان نقدر ان احنا نحركه ناحيه الويل سنتر. طيب في حاجه في البي او بي سبسي اسمها بلو بود ويلو بود، طيب هنشوفها دي قدام. خلينا شايفين بس الصورتين دول ان هو فيه هنا لون ازرق ولون اصفر، ده ستاندرد موجود في التطبيق بي او بي. ده شكل الانرال رام من جوه، طبعا حاجه باورفول قوي عن اللاند ريج. ده شكل الرام طيب بتاع البايب رام. البي بي كنترول اوبريشن بقى، الاوبريشن زي ما احنا شايفين الضريمه متوصله عن طريق الرايزر بالرايزر ادابتر فليكس جوينت، يعني ويستين الحركه الهوريزونتال، وادي البي او بي نفسه اهو متوصل على الويل هيد وادي السي بيد بتاعه. طيب الار او بي بتعمل له كنترول ازاي؟ عن طريق حاجات كتير قوي. احنا قلنا من شويه لما كنا بنتكلم عن الرايزر جوينت كومبوننت قلنا ان في خطين اسمهم الكوندويت لاينز، دول موجودين معايا في الرايزر جوينت علشان يعملوا لي ترانزميت للهيدروليك فلويد اللي موجود على السيرفس للبي او بي تحت. فدول من ضمن الحاجات اللي انا بستخدمها في الكنترول بتاع البي او بي. في اكيوميليتورز، البي او بي بيبقى معاه اكيوميليتور زي الصوره اللي شفناها دي، في اكيوميليتورز اهي بري تشارجد تقدر تشغل الاوردر بتاع البي او بي
سواء يقفل الرام او يفتح الرام. طيب اللون الاصفر والازرق، ايه اللون الاصفر والازرق دول؟ او بلو بورد واليلو بورد، الحاجات دي ريموتلي كنترول، محتاج عقل مفكر. ففي البلد كده هو العقل المفكر للبي او بي، البي او بي محتاج عقل يفكر يقول له اعمل الاوبريشن دي، افتح الرام اقفل الرام، افتح الفالف ده اقفل الفالف ده، عشان اعمل له ترانسميت للسيجنال دي هيدروليك زي اللاند، زي اللاند ريكس. هياخد وقت طويل جدا ان انت تعمل ترانسميت للفلويد للمسافه 1500 متر لغايه البوتوم بتاع السي بيد، بياخد وقت طويل جدا. فقال لك انا هعمل اشارات سيجنال كهرباء عن طريق فايبر اوبتكس كيبل، ادي اشاره لعقل مفكر موجود تحت عند البي او بي على السي بيد، يقول له شغل الاوبريشن دي، افتح الرام اقفل الرام وهكذا. فالستاندرد بتاعنا في السب سي بي او بي حاجه اسمها بلو بود ويلو بود، دول لازم يكونوا الاثنين شغالين كويس، يبقوا تيستد والاثنين شغالين، سواء انا بعمل سيلكت الاثنين بيشتغلوا نفس الشغل بالظبط، بس لازم يكونوا الاثنين شغالين كويس. لو في اي عطل في اي واحد فيهم ما ينفعش ان انا اكمل اوبريشن، لازم ان انا اوقف الاوبريشن ايا كان كنت بعمل ايه، لازم اعمل سكيورنج للبير واعمل ديسكونكت للبي او بي كله واطلع بيه ريتريف للسيرفيس علشان اعمل له مينتنس بلان واغير الجزء البايظ او الدمج في البود ده، بحيث ان الاثنين لازم يكونوا شغالين بنفس الكفاءه. هو بس فكره الريدندنس بتاعتهم ان هما الاثنين يكونوا باك اب لبعض في حاله ان انا لو واحد باظ ما ينفعش اكمل اوبريشن التاني، لا لازم اسكيور الاوبريشن عن طريق التاني لغايه لما ابقى كبير كده سكيور، واعمل ديسكونكت واطلع بيهم للسيرفيس عشان اعمل كنترول على البي او بي، اعمل كنترول مينتننس على البي او بي. طيب البيزك كلاسيفيكيشن بقى للكنترولنج سب سي سيستمز، ان دايركت هيدروليك سيستم والكترو هيدروليك مالتيبلكس سيستم اللي هو الموكس لاين، ده بيبقى يعني احنا مش عايزين ندخل في تفاصيل دي قوي في الوقت. في المالتيبلكس سيستم ده هو سيستم كهرباء عن طريق فايبر اوبتكس كيبل، بتدي اشارات عن طريق كنترول بانل او كنترول يونت بتاعه الحفار او سواء البوشر، وبيدي الاشاره لسيجنال كهرباء للبود، بينفذ الاوردر عن طريق فلويد بيمشي من الريزرفوار اللي موجود يمشي للرام، يفتح الرام او يقفل الرام. هنا بيبقى الاشاره بتبقى هيدروليك عن طريق كيبل هوز بيبقى ليه اهي موجوده تحت، بتدي الاشاره هيدروليك للبود نفسها. فكده الكنترول بتاعنا يلو وبلو بود دول العقل المفكر، التشغيل بقى نفسه بتاع الحاجه دي بيشتغل عن طريق هيدروليك او الكترو هيدروليك. واغلب الريجز اللي هي الموست يعني تكنولوجي دلوقتي بقت شغاله بالموكس لاينز اللي هي الفايبر اوبتكس كيبل، تدي ترانسميشن للداتا او السيجنال للبود. ده طبعا شكل البي او بي كنترول يونت اللي موجود على ريك فلور، كل حاجه ليها سكرين وليها ديجيتال نمبرز مختلفه شويه عن او كتير عن الاوفشور عن اللاند ريجز. وده شكل البلو بود واليلو بود كنترول، يعني حتى هنا بلو بود باور انت بتشغل بتعمل سيلكت اللي انت هتستخدمه بتعمل له باور اب سواء بلو بود او يلو بود، الاثنين بيبقوا عادة جاهزين ان هم يشتغلوا في اي وقت، ولازم يبقوا الاثنين شغالين في ذا سيم تايم. طيب احنا خدنا وقت شويه كتير في الدريل شيب سيستم والكومبوننت بتاعتها والاكويبمنت اللي موجوده. طيب احنا دلوقتي بقى هنخش على حاجه سريعا كده يعني عشان بس الوقت، السب سي دريلنج سيكونس، السيكونس نفسه اللي انا بحفر بيه سب سي ويل او ديب ووتر ويل. احنا من شويه قلت لكم على الاي دي بتاع الرايزر اللي خلينا حافظين الرقم ده 19 وربع انش، في ليميتيشن ليه. طب ايه الليميتيشن بتاعه؟ البي او بي ده 18 و3 ارباع، انا ازاي هنزل احفر بالبي او بي؟ يعني هنزل البي او بي ازاي؟ وهنزل البي او بي ده بيركب على ويل هيد، الويل هيد دي تبقى طبعا على السي زد، بتبقى كومباتبل 18 و3 ارباع مع البي او بي. ف انا هدخل هنزل الجوينتس او هنزل الحاجه الاكوبمنت اللي انا هنزلها تحت عند الويل هيد دي ازاي وانا عندي الاي دي بتاع الرايزر 19. ف
فانا بحفر حاجه بتيجي اسمها رايزرلس سيكشن. دي اول حاجه بنحفر بيها في السيكونس بتاع الفلوتنج ريج سيكونس ويل سيكونس الريجلس اوبريشن. الريجلس دي يعني انا ما عنديش اي تواصل، كلمه ريجلس نفسها ما عنديش اي تواصل ما بيني وما بين البرينه، يعني ان انا ما عنديش اي راجع انا بضخه في البير بيرجع لي تاني، كل اللي انا بضخه في البير بيروح على السيفد وبيروح في الفورمير. طب ده بستخدمه امتى؟ بستخدمه في التوب سيكشن until surface casing is run and cemented، بستخدمه في الجزء الاولاني من البير. طيب انا خلصت الجزء الاولاني ونزلت الكيسنج والويل هيد بتاعتي، بنزل بعد كده بالبي او بي والرايزر واحفر بعد كده بقى نورمال اوبريشن. فاللي بيختلف دلوقتي الرايزر بتاع الرايزر ليس دريلنج اللي هو الجزء الاولاني للحفر بتاع اول سيكشن في البي. طيب الجزء ده بيتم بطريقتين، يا اما بالجيتنج ان انا لو عندي فورميشن بتاعت السيرفيس سيرفيس فورميشن موجوده انكونسوليديتد يعني برايبل يعني لوز، بعملها بالجيتنج، بحفر بالجيتنج بضخ ببريشر عالي قوي، البريشر ده بيعمل بنتريشن للطبقات بتاعت الارض وبيساعدني ان انا ادخل جواها الكيسنج لغايه الكيسنج بوينت اللي انا عايزها، بحيث ان انا اعمل درايف للكيسنج جوه، زي فكره الهامرنج بالنسبه لابار اللاند او بالنسبه لابار الاوفشور الشالو ووتر. طيب انا دلوقتي عملت جيتنج، عايز اتخيل شكل الجيتنج ايه، هنشوف شكل الجيتنج بتاعنا ايه، بس نشوف الطريقه الثانيه بتاعتنا اللي هي برضو بحفر للرايزر. لو انا عندي كونسوليديتد فورميشن، يعني انا عندي فورميشن كونسوليديتد ماسكه في بعضها، مش سهله ان هي تعمل لها جيتنج بالفلويد او بالسي ووتر، مش هقدر ان انا اعمل بنتريشن ليها، فبحفر للهول يعني مثلا الرايزر بينزل سوري السيرفيس كيسنج بيبقى 36 انش تقريبا، بنزل بحفر هول 42 انش علشان يبقى فيه معايا انالوس ان انا اقدر اعمل سيمنت جوب من جوه الكيسنج يطلع حوالين الكيسنج اللي هو 36. طيب الجيتنج ده بقى بيتم ازاي؟ هنشوف فيديوهات عشان الناس تتخيل الجيتنج سيستم شغال ازاي. هنا هنازل بالويل هيد، طبعا الشكل ده مختلف من مكان لمكان، ده بيز جايد بيبقى موجود في بعض الاماكن وفي اماكن لا، بينزل جيتنج سيستم جوه الكيسنج اللي هو الكوندكتور ال 36 انش، بص من جوه هنلاقي الدقاق ما بيطلعش بره الكيسنج، هو جوه الكيسنج متثبت، هو بيعمل جيتنج والكيسنج بينزل، ده في حاله ان احنا معانا لوز فورميشن او لوز سنت. وهنا بيبقى عندي الرننج تول بتاعته موجوده، بعد ما بخلص حفر بعمل ريليز للرننج تول بطريقه معينه، ميكانيكال ريليز للرننج تول، وبكسر الشيل بينز اللي موجوده وبنزل اكمل السكشن اللي بعده عادي. فكده انا وفرت وقت ان انا لما اقعد تريبنج اب وتريبنج داون 1500 متر، انا كده وفرت وقت كبير جدا. فده يعني طريقه بحفر بيها السيرفيس كيسنج اللي هي الجيتنج، وبعد كده بعمل ريليز للرننج تول واطلع بيها. اول جزء بينزل في الويل هيد في البير بنسميه حاجه اسمها لو بريشر ويل هيد هاوزنج، هنعرف هي ايه بالظبط وشكلها ازاي. طيب احنا عايزين نشوف بقى فيديو حقيقي للكوندكتور بايب جيتنج، ده فيديو فعلا متصور دي في اول البير، بننزل البليكان هوك، بننزل الترانسبوندر اللي احنا شفنا صورتها من اول البرزنتيشن يعني فيها الباتري، والار او في ده هو الار او في هو اللي مصور الفيديو ده وهو اللي بيعمل بوزيشننج للجزء ده. طيب هنا عندي الجيتنج بيحصل، ادي الدريل بايب جوه الكيسنج الكوندكتور، بيعمل روتيشن عادي خالص، بس هو مش بيعتبر مش بيعمل
تاتش غير خفيف خالص للفورميشن، هو بس بيبقى طالع لقدام شويه عن الكيسنج، بس هو ستيل جوه الكيسنج كله، والكيسنج طبعا بيبقى مترقم بالامتار عشان نبقى عارفين احنا نزلنا كام متر جوه السيبج. دي حاجه اسمها البول اي. البول اي دي حاجه بنستخدمها علشان نشوف درجه الانكلينيشن بتاعه البير. يعني اول جزء في البير ده اهم جزء، لان ما ينفعش يكون انكلايند، ما ينفعش يكون في درجه ميل كبيره، علشان البير كله ما يبقاش مايل. ده هو الجزء ده اللي هيشيل البير كله، كل الكيسنج اللي تحت هيتحمل على الويل هيد دي، هيتشال على الويل هيد دي. فالويل هيد دي لو كانت اصلا من الاول مايله كده هيعمل لي مشكله في الدايركشن بتاع البير، كل حاجه هتبقى مايله لما اجي طالع بالمواسير من جوه الويل هيد، هتقعد تحك فيها، تقعد يعني البريمه نفسها سنترد على البير او فيرتيكال سنتر. الويل هيد نفسها فيها ميل، ففي اكسبتنس ليميت. طيب البول اي دي شكلها كده عامله زي البوصله، كل دايره من دول بنص حوالي نص درجه ميل، الاكسبتد ليميت درجه يعني 1 ديجري. الاكسبتد ليميت ان الكوره دي تبقى جايه عليها ما تزيدش عن كده، لو زادت عن الدرجه اللي هي الدايره الثانيه دي، معنى كده ان الويل هيد دي مايله، ما ينفعش ان انا اكمل اوبريشن، لازم ان انا احاول اعدل الويل هيد بحيث ان انا اقلل درجه الميول بتاعتها وما يبقاش البير مايل. هو هنا برضه شايف يعني في نسبه ميل بس بسيطه اللي هي قرب الدرجه، بس ده عشان بص عليها من بعيد فملاحظها شويه من قريب، عشان ملاحظها شويه. وادي بتقول اي دي بتبقى متثبته في جسم الكوندكتور نفسه اهي، واريا اولموست 1 ديجري. انا اهو بعمل جيتنج، بعد كده بعمل ريليز للرننج تول وبكمل حفل عادي. طيب هنا بعد كده هنشوف السيكونس بقى احنا كنا بنتكلم فيه، اللي هو الرايزر للسكشن. اهم حاجه في الرايزر للسكشن ان انا بعمل الاساس بتاع البي اللي هو الكيسنج بروفايل ديزاين بيزد اون بور بريشر بريدكشن في ستادي. واهم حاجه الايم بتاعتي او الجول بتاعي ان انا اوصل للهول ال 8 ونص اللي يبقى فيها التارجت بتاعي سواء فاز او زيت. طيب الفيزز دي ايه؟ اول حاجه في الرايزر للسكشن فيز ال 42 انش هول ايه، او ال 42 انش سكشن، ده بيبقى 42 انش هول سكشن. بنستخدم حفر سي ووتر، لان طبعا زي ما قلنا كل اللي انا بحفره راجع على السي بيد، مفيش اي تواصل ما بيني وما بين البريمه، كل اللي انا راجع رايحة على السي بيد. ما ينفعش استخدم حاجه تكون كيميكالي يعني ان انفايرمنتالي كلين، ولا تعمل اي دامج للبيئه البحريه او هكذا، فلازم يبقى سي ووتر وهاي فيسكوس سويب. هاي فيسكوس حتى سويب تبقى حاجه يعني طينيه، شويه بنتونايت مع شويه كوستيك صودا، حاجات مش يعني كيميكال انفايرمنت، يعني مش كيميكال فريندلي انفايرمنت، مش حاجه بتضر بالبيئه. وبنستخدم ساعات معاها داي. ايه الداي دي؟ الداي دي حاجه صبغه بنضخها عشان نبقى عارفين ان كل اللي احنا ضخيناه، اول حاجه ضخيناها وصلت لنا فوق على السيرفس، يبقى انا كده مليت البير بتاعي عن طريق حاجه اسمها باد مض. باد مض ده انا بستخدمه بعد ما بخلص حفر السكشن الاولاني علشان اضخ في البير الطفله بوزن معين، سبيسيفيك جرافيتي معينه، عشان اعمل سبورت للهول دي لغايه لما اعمل انزل فيها الكيسنج، انا بحفر في الكيسنج. طيب احنا زي ما قلنا الحفر او الجيتنج بناء على لو انا عندي هارد نوت هاف هارد لايرز، وي دونت هاف هارد لايرز، يبقى بنستخدم دايركت جيتنج. لو احنا معانا هارد لايرز بنستخدم 26 انش، بيبقى الدقه 26 انش، والهول اوبنر بيبقى 42 انش. نشوف ازاي الدول ريج اكتيفيتي شغاله بتساعدني قوي ان انا اعمل الاوبريشن دي. عندي ال 26 انش رايزر للسكشن، ده بيبقى الفيز الثانيه، بعد كده بخش بعمل بنزل فيها الكيسنج ال 20، بعد كده الفيز بقى اللي هي رايزر للسكشن، بيبقى الكيسنج الرن البي او بي والرايزر والكونتينيو رايزر. طبعا زي ما قلنا الدول اكتيفيتي ريج لما تكون عندي بريمه فيها اثنين ريج فلور بتساعدني عشان انا اعمل ريد يعني ريتش افيشن دي بوتر ويل اوبريشن، وايه بتساعدني نوصل للتارجت. طيب هنشوف ازاي الدور اكتيفيتي ريك دي بتساعد في الموضوع ده، ان انا بحفر ببريمه
ريج بتحفر وريج بتنزل بالرايز. طب الريج بيبقوا هما طبعا شغالين الاثنين سيمالتينيسلي مع بعض، تو ريجز، واحده بتقلل بتقلل التايم بتاع التريبنج من بالرايزر من بعضه. لو انا هفضل طالع بنفس البريمه، هنزل بالدريل سترينج احفر، بعد كده اعمل تريب اوت 1500 متر، وبعد كده انزل بالمصير بالكيسنج وانزلها. طبعا الموضوع ده بياخد وقت، بياخد ايام. فتوفيرا للوقت، لو عندي دول اكتيفيتي ريج بيبقى بنزل بسترينج في دقائق، والبريمه الثانيه بتبقى نازله بنفس الوقت بالكيسنج. مجرد ما هي يخلص بيطلع وبينزل، البريمه بتتحرك يمين وشمال وتنزل بالكيسنج مكانه. طيب ايه الادفانتج بتاع الدول ريج اكتيفيتي؟ ان انا عندي برزنتين، ان انا عندي بيقلل الام بي تي، الام بي تي اللي هو النون برودكتيف تايم، ان انا لو عندي وقت بستخدمه ان انا اجمع البي اتش اي او اعمل تيست على المواتير او اعمل تيست على البي اتش اي تولز، بعمله كله اوف لاين، بيساعدني ان انا اعمل اجمع كيسنج ستاند، اعمل ستاند كيسنج واروح عامله راك باك على الديريك، بحيث ان انا ما ضيعش وقت في الاونلاين ريج ان انا اجمع الحاجات دي اونلاين. كل ده بيبقى اوف لاين، وبعد ما بخلص تجميع الاوف لاين ده بعمله راك باك، بيبقى جاهز على النزول على طول، فبيوفر طبعا وقت معايا كبير. طيب هنشوف ازاي البرزنتين شغالين مع بعض. البرزنتين بيشتغلوا في نفس الوقت، دول اوبريشن. زي الصور او زي الحقيقه لما شفنا، دي ريج بي واللي هناك دي ريج ايه، واحده نازله بمواسير رايزر مثلا والتانيه نازله بكيس، والاثنين شغالين في ملتيميتر، ادي حفار ومساعد حفار قاعدين، والناحيه التانيه في حفار ومساعد حفار قاعدين، وكله وهما الاثنين شغالين ما همش علاقه ببعض. طبعا بيبقى في كوميونيكيشن ما بينهم عشان الملتيميتر اوبريشن، ويبقى ليها بيرميتس بتتعمل عشان خاطر السيفتي، ما ينفعش كده يخش الشغل ده لان في دول اوبريشن شغاله، فليها بريكوشنز وليها سيفتي ستاندرد معين لازم يتم. بس هي سيف اوبريشن خالص، احنا بنستخدمها في كل الابواب، احنا نحفر بيها في الرايزر ستيشن اللي هو بريمه بتنزل كيسنج او بتنزل رايزر، وبريمه ثانيه بتنزل دريل سترينج. عادي خالص، من تحت اهو في البي او بي، راح عند المواتير الحته اللي فيها الرايزر، تحت اهو ريج ايه مثلا نازله بالمواتير الرايزر معاها البي او بي، وريج بي زي ما شفنا فوق على التوب بتاع الريك فلور نازل بالكيسنج. تمام، يعني بعد كده بقى بنيجي نشوف ده شكل مثلا صور الدول اكتيفيتي، ادي البي او بي هو مثلا، او الجزء اللي هو بتاع البي او بي والهيد، وعندك هنا مواتير رايزر شغاله، فالدول اكتيفيتي شغاله مفيش اي مشاكل. طيب في زي سامري كده سريع عملته علشان اوضح للناس احنا يعني ازاي البرنتين بيشتغلوا مع بعض في الرايزر الاستكشن. كلمة رايزر دي أهم حاجة في الـ Sub-C، يعني أهم حاجة في السيكونس بتاع البير الـ Sub-C، هو ده المختلف، هو ده الجديد، إن أنت بتحفر حاجة مختلفة عن أبلاند أو العبار الجاكت، إن أنت ما عندكش أي كوميونيكيشن مع السيرفيس، فدي أوبريشن مختلفة بالنسبة للديب ووتر، فلازم تبقى فيها بس شوية تركيز. إن عملت لكم زي ملخص كده للأوبريشن إزاي السيكونس ده بيتم. فنفترض إن أنا عندي هنا ريج، ادي التربيمه بالدريل شيب اهي، دي ريج بي اول واحده اللي هي الفورورد سايد، والاف سايد اللي هي البرايمري ريج اللي هي ريج ايه. عندي اول واحده بتجمع بي اتش اي 26 في 42 والاوبنر زي ما قلنا، دي بتبقى اوف لاين ورن تو سي بيد
بينزل، يفضل نازل يجمع التريب عادي. طبعا التريب بياخد وقت لان دي 1500 متر، مش مجرد تريب ان كام ستاند، لا يبقى 1500 متر ستاندات نازل، بتاخد اولموست 3 4 ساعات، يعني حاجه بتاخد وقت كبير. طبعا الحاجات دي تبقى بري اسمبلد قبل كده، فبتبقى الموضوع اسرع شويه من اوبر لاند يعني. طيب السكندري ريج بقى زي ما شفنا من شويه، الترانسبوندرز او البليكان هوك اللي هي كانت متعلقه عليه، بتنزل ب 10 ترانسبوندر، يبقى معايا بس 2 سبير، وبعمل ديبلوي ل 8 اللي هم الترانسبوندرز الصغيرين دول. ادي البليكان هوك، الار في بياخد البليكان، بياخد الترانسبوندرز وبيرصها بشكل معين على السي بيد، ويبتدي يطلع بعد كده بالتريب ويجهز للكيسنج 36. بعد كده بيتحول من البريمه نفسها، بعد ما كانت ثابته هنا كده البريمه نفسها بتتحرك، وبيخلي الويل سنتر عند 26 انش بيت في 42 انش هول اوبنر في ذا سي بيت، يعني تاج للمد لاين باي ذا، يعني ده السي بيت هنا بنسميه المد لاين اللي هو الاخر لاين الطفره فيه عنده، يعني في الرايزر سيكشن او اللاين اللي هو الفينو بتاعت الارض. الدريل 26 انش هول واندارج تو 42. ايه الهول اوبنر؟ الهول اوبنر ده حاجه بتوسع الحفره اللي انا حفرتها 26 لسايز اكبر عشان يبقى يدخل جواه السايز بتاع الكيسنج كوندكتور 36 انش كوندكتور بايب. طيب قلنا احنا من شويه حته كلمه لو بريشر ويل هيد هاوزنج، الكلمه دي مميزه شويه، ال بي دبليو اتش اتش، لو بريشر ويل هيد هاوزنج، ده بينزل في اول كيسنج في دي زي الكفر، هو لو بريشر مش بيتعرض للبريشر بتاعت البير كبيره، فبنزل زي الكفر بينزل مع الانر سترينج اللي هو زي شفناه من شويه اللي هي الرننج تول بتنزل بيه، ويقف قريب من السي بيد. مجرد ما يقرب من السي بيد انا بكون خلاص، يفضل واقف لغايه لما اكون خلصت حفر ال 26 انش هول، وبعمل ديسبليس للباد مد اللي قلنا عليه اللي هو البامب اند دامب مد، اللي هو باد مد وزن طفله اعلى من الميه. انا طبعا بحفر بسي ووتر، بحفر بحط وزن اعلى شويه بامب اند دامب مد، هو من اسمه بامب اند دامب، يعني بامب المد ودامب عند السي بيد، فما بيرجعليش اي راجع. بعمل بعد كده بول اوت للسيرفس، والبريمه نفسها بتتحرك في اتجاه الشمال كده عشان اخلي ريك بي اللي كانت اوف لاين تبتدي تعمل موف شيب اف، يمشي البريمه كده. طبعا البريمه سهله ان انا احركها قدام وورا، فبحرك الشيب ورا واعمل ستاب ان. كلمه ستاب ان يعني بدخل جوه البير او بدخل جوه السويل سنتر. انتو 42 انش هول اند رانينج هول تو ذا بوتوم. ريج ايه بقى اللي كانت هي حفره البير ده، حفره السكشن ده، بتطلع تعمل بول اوت البي اتش اي دي. في نفس الوقت ده بكون رميت ال 36 انش ده للبوتوم، وبعمل جوب الاسمنت. بعد كده خلصت الويل هيد اهي موجوده مع البير بتاعي، ببتدي احرك البريمه الناحيه التانيه عشان اخلي ريج ايه هي الاونلاين ريج، ومحفر بقى ايه يعني في الوقت ده بكون طبعا طلعت بالتريب هنا ونازل بالتريب هنا اللي هي بتاعت ال 26 انش بيت رن هول. طبعا الجزء الشرح اللي انا بقوله ده في جزء الدريلنج رايزر للسكشن، مش الجيتنج. الجيتنج مختلف شويه الاوبريشن بتاعته، هو الجيتنج زي ما قلنا بنعمل جيتنج بالدقائق لغايه لما اوصل لبوينت معينه، بعمل انسيت لل 26 انش بيت وانزل اكمل حفر الهول على طول. طبعا ده بيوفر وقت كبير لو انا عندي سوليتيد فورميشن، بلجأ لحته الاوبريشن الدريلنج رايزر اللي انا بحفر بال 26 انش بيت وال 42 انش هول اوبنر، وبعد كده انزل الكيسنج واعمل له اسمنت طبعا عادي. بعد كده بحفر ال 26 انش هول، وفي نفس الوقت ده بيكون ال ريج بي داخله نازله بالكيسنج ال 20، لان يعني بعد ما احفر 26 هنزل كيسنج ال 20. طيب الكيسنج ال 20 ده بقى اخره هيتعلق على اللو بريشر والهيد هاوزنج، بس ده بقى اللي هيبقى هيتعلق فيه البي او بي، او هيتعلق عليه البي او بي، وبعد كده هيتعرض لبريشر عالي، فبنسميه هاي بريشر ويل هيد هاوزنج. يعني في عندنا لو بريشر ده الكفر الخارجي للرايزر،
واللو بريشر الهاي بريشر ده الكفر الداخلي ليه للبير بتاعي ده اللي بيركب عليه البي او بي. طيب بعد كده بنزل الهاي بريشر والهيد هاوسنج محرك طبعا بديمة برضو كده، ويبقى دي الاوف لاين ودي الاون لاين. وبعد كده ران كيسنج وبعمل سيمنت جوب. وبعد كده بنزل بقى بتكون ريج ايه نازله بساعتها بقى بالمواسير الرايزر معاها البي او بي، ويعمل لاند البي او بي وان 18 وثلاث ارباع والهيد اللي هي الهاي بريشر والهيد هاوزنج. هم طبعا بيعملوا لاند لاتش توجذر عن طريق كونكتور حاجه اسمها اتش 4 كونكتور، حاجه ادفانسد شويه يعني حاجه في التفصيل. مش هينفع حد مثلا يربط مسامير تحت او زي براديم اللاند لما بنركب البي او بي على الويل هيد، مش الناس بتقعد تربط المسامير بايديها مانوال او بتاجرز او كده، لا ما ينفعش في الكلام ده في التفصيل. البي او بي موجود على السيفل، ما ينفعش حد ينزل تحت، هياخد وقت كبير قوي لو الار او بي بيعمل الاوبريشن دي. لا انا بعمل اي كونكشن في السبسي اسمه اتش 4 كونكتور او اتش 4 كونكشن، ده حاجه بيخش لاتش كده زي الكليبسات بتلاند بالوزن بيعمل لاتش جوه الويل هيد على طول. بعد كده طبعا انا بقى لما مجرد ما انا دخلت حطيت الويل هيد بتاعتي الهاي بريشر ويل هيد هاوزنج معاها البي او بي ومعاها الرايزر، انا كده بقى خلاص عندي رايزر سيستم موجود لغايه السيرفس، اقدر ان انا احفر رايزر دريلينج سواء بقى حسب الكيسنج ديزاين بتاعي او الكيسنج سيتنج نفس اللي بيجي لي في البرنامج، اقدر ان انا اعمل كنترول اعمل اوصل للبلان اللي انا عايزها. فيز 17 ونص بحفر according to the geologist طبعا هو اللي بيحدد لي الكيسنج بوينت بتاعتي، ونزل فيها كيسنج 13 و5 كتمان. in case of problem losses او influx ممكن انزل بالراينه 16 جوه الكيسنج ال 20. وبعد كده برضه نفس الكلام، يعني انا بحدد الاستراتيجي بتاعت الكيسنج بلان بتاعتي حسب الاوبشن ويلز اللي عندي، حسب البيت ده ديفلوبمنت ويل ولا اكسبلوريشن. لو اكسبلوريشن لازم يبقى عندي ماتيريال كابابيلتيز عاليه ان انا ممكن يحصل لي اي مشاكل انفلوكس يجيلي او لوسز، لازم ابقى جاهز ان انا معايا لاينر وكونتنجنسي انزل احفر 14 3 ارباع. لو انا ما عنديش مشاكل والدنيا ماشيه كويس انا بمشي في النورمال اوبريشن، انا بنزل 17 ونص هول بنزل فيها 13 و5 كتمان، و12 وربع هول او فيز بنزل فيها 9 و5 كتمان كيسنج او لاينر، وال8 ونص انش هول بنزل فيها 7 انش لاينر. يعني عشان انا طولت برضو كتير عليكم في الاساسيات بتاعت السيكونس، هنقول سريعا كده اخر حاجه التشالنجز اللي بتقابلنا، ودي يعني اغلبها احنا ذكرناها في during presentation. اللوجيستكس طبعا مهمه جدا في ان انا افكر فيها بالنسبه للديب ووتر، لان انت بتتكلم في ديب ووتر يعني بعيد عن شط اللاند او الشور لاين، بعيد عنه مسافات تتعدى ال 120 كيلو او 190 كيلو او 200 كيلو حسب اللوكيشن بتاعك. فانت عشان تعمل لوجيستيك بلان لازم كل الماتيريال اللي انت تحتاجها في الاوبريشن تكون عندك، لازم توصل لك اون تايم. هي دي اهم حاجه، ان انت لازم يبقى عندك بلان انت ككمباني مان او كدريلنج سوبرفايزر، انت عارف اللوك اهيد بتاعك التايم لوك اهيد امتى الاوبريشن دي هتتم، امتى اعمل كول للماتيريال، امتى اعمل كول للبيرسونال. لازم يبقى الاوبريتور مثلا اللي هيعمل جوب اللاين موجود معايا على البرينه، ما ينفعش الايكوبمنت ما تكونش موجوده، لازم تبقى الحاجه موجوده وتبقى تيستد وتبقى يعمل تشيك اب عليها قبل الرننج ما تنزل بشويه. نفس الكلام بالنسبه للريجوليشنز، الريجوليشنز نفسها القوانين يبقى معايا ابروفل من الجفرمنت ان انا اقف في المكان ده. يعني بالنسبه مثلا لظهر هو مكان موجود على البوردر لاين على الحدود، فما ينفعش ان انا اكون هناك موجود مع نفسي كده من غير ما يكون معايا دوكيمنت بتسمح لي ان انا اكون موجود في المكان ده. عندي طبعا لارج ريج وبيج اكويبمنت موجوده، كل الحاجات دي بتبقى تشالنج بالنسبه لي. ولونج رايزر لو كان عندي ديب ووتر رايزر او بي او بي، والفورتكس فايبريشن اللي بتحصل نتيجه الويف موفمنت دي كلها حاجات فوق
على السيرفس، سواء لوجيستكس، سواء تايمينج، سواء هيفي لودز، الكلام ده كله. طب بالنسبه بقى للسب سيرفس اللي هو تحت اللاند، تحت البي او بي في الفورميشن نفسها، لو عندي بقى اكسبلوريشن يبقى ميني كيسنج سترينجز، يعني ممكن يبقى يحصل لي مشكله اثناء الحفر، لوسز او جين، اضطر ان انا اعمل كيسنج، انزل كيسنج مفاجئ زي ما احنا شفنا في السيكونس من شويه. شالو جازز، ما عندي احتماليه وجود او تكوين شالو جاز، عشان كده بحط الهيدريت، وبعد كده بحط الجلايكول انجكشن عشان امنع تكون الهيدريت، سوري الشالو جازز. ممكن طبعا يجي لي شالو جازز من هنا، عشان كده واحنا بنحفر في الديب ووتر بنشوف السيرفيز اللي اتعملت، السايزمك سيرفي بيقول لي في احتماليه وجود شالو جاز ولا لا، وبنخلي الار او بي واقف على طول موجود عند السي بيت، يقدر ان هو يبص لي على السي بيت هل في اي بابلز من الجهاز طالعه ولا لا، هل البامب بريشر بيختلف ولا لا. هو ده الانديكيشن بتاعي الوحيد من على السيرفس، ان انا ما عنديش اي راجع بيجي لي للسيرفس، هو الحاجه الوحيده ان البامب بريشر بتاعي هيبتدي يقل، فاعرف ان انا كده معايا جاهز. طيب الهاي بورد بريشر، لو فراكشر كيتنج، بس دي اهم بقى نقطه في التشالنجز، اهم نقطه في التشالنجز دي، ان انا هقدر يعني هضطر ان انا اخش فيها شويه بسيطه. حته الهاي بريشر وفراكشر جريدينج دي، الكونسترين زي ما قلنا، دي بوتر ريج هيف كومبنسيتور، ستيشن كيبنج، دي بوتر رايزر ريسيستنت، المارين رايزر تنشنر، والفاريبل ديك لود، كل الحاجات دي اللي قلنا عليها من السيرفيس كونسترين. طيب الدريلنج والجيولوجيكال كونسترينز، الشالو ووتر، شالو جاز، هايدريت اند دريلنج فلويد، ودي اهم نقطه بقى اللي هي الاختلاف الكبير قوي ما بين السبسي واللاند ريجز او الاونشور دريلينج. يعني ايه لو مارجن بتوين بور بريشر اند فلاك بريشر؟ طبعا يعني اغلبنا خد في الكليه في الاساسيات بتاعه الحفر البور بريشر والفلاك بريشر، كلنا عارفين البور بريشر هو ضغط الطبقات، والفلاك بريشر هو الضغط اللي الطبقه بتتزن عنده. طيب ايه اللي يخلي في مارجن قليل قوي ما بين البور بريشر والكراك جريدينت او الكراك بريشر؟ عاده انا بعمل كيسنج ديزاين في المكتب في الاوفيس، يقول لي انا عايز اعمل ان انا اعمل المود بروجرام بتاعي يبقى ما بين البور، خلينا نشوف الجراف ده مثلا نوضح عليه سريعا كده، ده في الشال ووتر مثلا، ادي الكراك جريدينت اهو، وادي البور بريشر. فانا بعمل المود بتاعي، المود بلان بتاعتي ان هي تبقى هنا، بحيث ان هو يبقى اعلى من البول بريشر، بحيث ان انا ما يجيليش جين، وفي نفس الوقت ما اكسرش الفورميشن فيجيلي لوسز. ده اي ديزاين لاي كيسنج بروجرام موجود، مجرد ما الكربندرز دول يضموا على بعض من تحت ابتدي اعمل كيسنج بوينت عشان اعمل سكيور للجزء اللي انا عملت فيه سكيورنج او عملت فيه دريلنج. الاختلاف بقى هنا في الديب ووتر، الكيرفين دول بيقربوا جدا من بعض. ليه؟ عندي هنا في اللاند لو انا هوصل لنفس الدبس او دبس مختلف في يعني الاوفر بيردن بريشر بتاع الطبقات دي قيمه معينه، لو انا شلت الكولوم ده وحطيت ميه، الميه وزنها 1.03 او 8.33 بي بي جي 1.03 سبيسيفيك جراف. طيب مجرد ما انا العمود ده بتاع الميه بيحل محل اوفر بيردن بريشر بتاع روك اللي هو ليه وزن معين، بيبقى حاجه زي ايماجينري او حاجه زي وهميه، ضغط وهمي من الطبقات لو انا شلت حطيت ميه مكان الفورميشن دي نفسها، فبنلاقي ان اللو البور بريشر بيبقى تحت بيبتدي يعلى والفراكشر بيبتدي يقل، يعني مفيش عمود فورميشن ضاغط عليه، بيبقى كله عمود ميه، الميه دي لما تحل محل الفورميشن اللي هي بتبقى اعلى منها يبتدي الاثنين يضموا على بعض يعمل لي اللو مارجن ده. فاللو مارجن ده اهم حاجه ان انا اعمل حساباته كويس جدا في الكيسنج سيتنج ديبس، اخد بالي لو انا عندي الرايزر ده راكب ولا لا، لو الرايزر هشيله لازم احط مكانه طفله رايزر مارجن عشان اعوض الرايزر، وجود الرايزر
معايا ان هو في طفله، وعملته بدل ما كان في طفله بقى في ميه، فبوزن تاني، فلازم اعمل كومبنسيشن للوزن ده عن طريق ان انا بحط وزن جوه البير اعلى من الطفله اللي موجوده. بس فده كده ملخص، يعني حاولت ان اكون ملخص سريع عن البرزنتيشن، تكون ملخصه عن الديب ووتر. حاولت ان انا ما اكلش تفاصيل كتير، بس معلش كنت متطور ان انا اطول عليكم شويه في البرزنتيشن. مفيش مشكله، لو حد عنده اسئله ممكن نستقبلها، الباشمهندسين عادي مش مشكله. تمام يا باشمهندسين، اللي عنده اي سؤال اي رايز يور هاند واحنا هنعمل انميوت عليه. السلام عليكم يا شباب، عليكم السلام، لو سمحت انا عندي 4 اسئله بعد اذنك. اتفضل يا مدرس. مبدئيا هو البي او بي ستاك او الدايمتر بتاعه لازم، يعني الارقام دي بتبقى ستاندرد ما بتتغيرش من مثلا من ويل لويل ولا ايه الدنيا؟ لا، البي او بي في الديب ووتر هو عادة بيبقى 18 و3 ارباع، لأن او هي ويل لويل. بتبقى الإكويبمنت كلها لازم تبقى انتجرال مع بعض. يعني أنت عندك الويل هيد بتبقى 18 و3 ارباع، لازم تبقى تركب فوقيها البي او بي 18 و3 ارباع، ما ينفعش يبقى في سايز مختلف. يعني نادرا ما بحيد عن الأرقام دي مثلا يعني غير لو في نادرا مشكلة. نادرا ما، يعني أنا عن نفسي ما شفتش إن أنا لقيت سايزز مختلفة كده. يعني أنا كل اللي اتعاملت بيه أو اشتغلنا بيه كله كان 18 و3 ارباع. في البرنتين الديب ووتر اللي انا طلعت عليهم، يعني اشتغلت في برنتين ديب ووتر الاثنين عندهم نفس الكونفيجريشن بالظبط 18 و3 ارباع. طيب حضرتك، وانا بشتغل يعني البي او بي بيكون متثبت وشغال برضه دايفرتر فوق، طب الدايفرتر هيكون اصلا لازمته ايه؟ عشان عندي التنشنر والتنشر ليج والباقي يعني ايوه الايكوبمنت دي، تمام. فالدايفرتر اقول لحضرتك دلوقتي الدايفرتر ده هو ما بي... يعني وظيفته ان هو ما بيعملش كنترول على البير ببريشر. هو وظيفته كلها ان انا لو فقدت الكنترول بالبي او بي اعمل دايفرت الفلو. هو مختلف شويه استخدام الدايفرتر في اللاند ريج عن الاوف شور او الديب ووتر. في اللاند ريج انت بتلاقي ان الدايفرتر بنركبه في اول جزء في البير في التوب سيكشن. السيرفس بالظبط، بنركبه في السيرفس هول عشان يعمل دايفرت الفلو. ليه بقى؟ لان اصلا عاده البريشرز اللي بتبقى موجوده في السيرفس ما بتبقاش عاليه، لان انت عندك ما عندكش هيدروستاتيك او عندك اوفر بيردن بريشر فوقيها عالي، لان كل ما بتحفر ديبر كل ما البريشر بيزيد معاك. ف وبحطه تحسبا لو في لو شالو في جاز اي ولا شالو حاجة. جاز او حاجه بالظبط، فلو عندك شالو جاز هو طالع شالو جاز انت بتعمل دايفرت للفلو. الكنترول بتاعك عليه على اي شالو جاز ما تقدرش ان انت تعمل كلوز على البير. الكنترول الوحيد ان انت تبقى عندك شالو جاز ان انت هتعمل هاد بامب بالموست يعني باورفول بامب ريت، اكتر بامب ريت تقدر تضخه لغايه لما تقتل البير، تعمل دايفرت للجاز دي اواي فروم ذا ريج سايد. يعني انت يا اما حسب اتجاه الريح والقصه دي. بالنسبه للديب ووتر هو نفس الفكره، هو مش كنترول ان هو يتحكم في بريشر، هو كنترول ان هو يعمل دايفرت للفلو ان كيس عندك اي جاز دخل جوه الرايزر. الرايزر ده نفسه مش مصمم ان هو يتحمل بريشر، يعني ما اقدرش ان انا اتحمل احط بريشر في الرايزر زي البي او بي. يعني البي او بي 15000، الرايزر نفسه هو لو بريشر، لو بريشر رايزر. فهو الدايفرتر بيبقى متثبت تحت الريك فلور تحت البريمه نفسها وبيعمل دايفرت الفلو يا اما بورت سايد يا اما ستار بورت سايد. تمام يا باشمهندس. طب حضرتك برضو قلت في لما باجي اعمل، لما حضرتك بتتكلم عن اليولو والبلو بود، قلت ان انا عشان اتحكم يعني اوقف الرام او كده بياخد فلويد من ريسيرفوار معين تحت. طب يعني دلوقتي لازمة الكونديوت لاينز دي ايه بقى طالما انا كده كده مش بتحكم فيه مثلا من فوق؟ الكونديت لاينز دي انت الفلويد اللي انت بتشغله او بتستخدمه في البيت في كنترول البي او بي هو مش هيدروليك فلويد زي الزيت اللي بنستخدمه في اللاند. حاجه اسمها هيدروفوم، هو بيبقى تقريبا 97% ميه مع فوم 3%،
كيميكال فوم، ده بيديك الافكت بتاع الهيدروليك فلويد. ده بعد ما بتخلص الفانكشن انت بتعمل له فنت في البحر، تمام. فبيعوض بتعوض الهيدروليك فلويد ده عن طريق الفنت لاينز دي. يعني بيكون مثلا وظيفته، يعني انا فهمت. طب يعني لو عاوز اقفل رام او كده، فبدي سيجنال، فاليلو او البلو بوت بيشتغلوا، بياخدوا مثلا من بالظبط. سيرفر. طب الكونديوت بقى لازمته، يعني دي لازمه دلوقتي ولا لا؟ كونديوت لاينز ايوه، ما هو بيعوض لك بعد كده الفلويد اللي انت بتعمل له فينت ده. يعني انا عملت اللي فانكشن، استهلكته، اللي استهلكته انت ان انا استهلكت اقفل او كميه كده. معينه من الفلويد ده عشان تشغل البي او بي رام. بعد ما بتعمل ريتراكت للرام بيبقى بيعمل تعمل لها فينت على البحر. تمام، تمام، فهمت حضرتك. فانت بتعوض بالكوندويت لاينز دي. تمام يا باشمهندس. تمام. حضرتك برضه قلت ان بطلع البي او بي في 7 ايام، يعني ليه باخد مدة طويلة جدا كده وانا بطلع بي او بي؟ انت شفت الفيديو بتاع الرايزر هاندلنج ده صح؟ انت قلت حضرتك بتنزله مثلا في 7 ساعات او حاجة زي كده. لا 7 ساعات ايه؟ لا، هو البي او بي ده مبدئيا لما بيطلع على السيرفيس لازم يعني بيتعمل عليه تيستات، تمام. وبياخد 3 ايام، يعني اولموست 3 ل4 ايام. 7 ايام ده يعني هو يعني ممكن يكون رقم كبير شويه لو في مشاكل او الريت بطيء قوي يعني، او في ويذر كونديشنز عاليه قوي. لكن في العادي ممكن ياخد 3 ايام مثلا، 3 ايام طالع 3 ايام نازل. في ده النورمال اوبريشن بتاعتنا. انا بقول يعني استيميتد ان هو ممكن 7 ايام ده لو كان مثلا في اي ديلي في الاوبريشن او في اي ويذر كونديشن بتضيع لك وقت. لو انت طالع اصلا بتعمل ريتريف للبي بي عشان في ويذر كونديشن عالي، فالويذر كل شويه بيوقفك الشغل، فده باشمهندس بيطول. تمام، معلش اخر سؤال، معلش هو اتفضل قد يبدو اتفضل. تافه يعني. لا هو لا عادي. لا الكرو ممبرز على الدريل شيب بيكون كبير يعني، اه عشان جدا يعني رينج كام كده؟ هقول لك لا، هو انا مش حافظ بصراحه ارقام يعني، مش عارف حسب طبعا بريمه لبريمه، بس هو كل ريج الاكوموديشن بتاعها بيشيل 160 170 حسب الاكوموديشن بتاعها، 120 يعني الاكوموديشن ده. لو انت بتسال على الناس اللي عايشه على البريمه، لو الكرو ممبرز بقى نفسهم النورمال بتاعهم يعني بيبقى طبعا في كل ريج فيها حفار ومساعد حفار، في ديريك ومساعد ديريك، في عندك بيبقى 4 فلورات، 3 ريستباوت او 4 ريستباوت، في 2 كرين اوبريتور، في ديك فورمان او ديك سوبرفايزر. بتختلف من شركه لشركه يعني، كسايبم مختلفه عن اي دي سي، مختلفه عن فانتج، حسب الاورجنايزيشن بتاع كل بري. بس عاده يعني بتتكلم في 30 واحد في الكرو، يعني تقريبا اولموست 120 واحد في الكرو، يعني بيبدلوا بعض طبعا. تمام يا باشمهندس، عايز اشكر حضرتك جدا على السيشن دي، والله عظيمة جدا نعم جدا يعني. نعم يا باشا، ربنا الف يخليك. شكرا يا باشمهندس. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الف شكر يا باشمهندس اولا على السيشن الجميلة دي، وكتر خير حضرتك، والله يعني تحفة جدا. ربنا يخليك يا فندم. كان عندي لحضرتك سؤال بس بالنسبة للدايناميك بوزيشنينج، تمام. ايه المسمى الوظيفي اللي يخليني، او ايه الشهادات اللي تخليني اقدر اشتغل في الدايناميك بوزيشنينج بالذات، يعني لو عند حضرتك فكرة. لا بصراحة أنا مش عارف، هو بيبقى ليها أوبريتور معين في الكرو ممبر، بس ما أعتقدش إن هو بيبقى ليه خلفية دريلينج يعني. هو بيبقى حاجة ليها علاقة بالإلكترونيكس والمارين، ما لهاش علاقة المارين ده اللي هو النافيجيشن بتاع البحر. ممكن تشتغل تبقى تبع المارين وتترقى تبقى دريلينج سوري دايناميك بوزيشننج سوبرفايزر. بيبقى كمان يعني عشان عارف انت اللي هو النافيجيشن بيبقى زي كابتن ومساعد كابتن كأي ايوه بريمة، مش ايوه بريمة كأي مركب يعني. انت لو انت مثلا خريج اكاديمية بحرية او حاجة زي كده، بيبقى بياخدوا كورسات هم مارين ونافيجيشن بتاع المراكب والحاجات دي، هم دول اللي بيشتغلوا في المجال بتاع الديناميك بوزيشننج. ما اعتقدش ان هو بيبقوا باك جراوند دريلنج خالص يعني. تمام. طب انا دلوقتي انا مش بدرس دريلنج، انا بدرس في هندسه اسكندريه، القسم بتاعي اسمه اوف شور اند كوستال انجينيرنج، يعني هو ميجر وماينر،
بس انا هختار الميجر ان شاء الله اوف شور انجينيرنج. فحضرتك قابلت اي حاجه في التخصص ده في الشغل يعني؟ بص انا قابلت ناس بس هم خريجين اكاديميه، بس ده كان في بلارين جاكوب ريج، كان هم كانوا بيبقوا مشغلين حاجه اسمها بارج ماستر او بارج انجينير. ده هو بيبقى مسؤول عن الاستابيليتي بتاعه البريمه الجاكوب، وبيبقى مسؤول عن المارين سيكشن في الجاكوب ريجز. ده بالنسبه للاوفشور. بس يعني هو يعتبر هو البارج انجينير ده بيعتبر زي الدي بي او الدايناميك بوزيشننج سوبرفايزر في برنامج الدريل شيب، هو مسؤول عن الاستابيليتي بتاع البرنامج. فهو ممكن انا مش عارف صراحه التخصص بتاعك، يعني انا اول مره اسمع عنه صراحه. بس هو طالما بيتيح لك الفرصه انك تشتغل زي الاكاديميه البحريه ان هم يشتغلوا في المارين او النافيجيشن، فدي فرصه كويسه انك ممكن تدخل شركه من شركات الحفر كدي بي او كبرج انجينير في تعليم الجاكوبين. هو مش بيكون نافيجيشن قوي على قد ما بي بي يعني الكريتيريا في الديزاين والانستليشن والبرودكشن مانجمنت يعني كبرودكشن ان انا ابقى سوبرفايزر بس. تمام يعني حضرتك جاوبتني فمتشكر لحضرتك جدا. العفو. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذنك يا باشمهندس، أنا لو عندي كيك في الأوفشور. مع على حاجة ايه بقى؟ كيك. كيك في الأوفشور، تمام. وبضخ مثلا من دريلينج لاين، الراجع اللي هيجي لي على التشوك والكلام ده بيجي لي إزاي؟ بس يعني بضخ منين معلش؟ دريلينج لاين ازاي؟ مش أنا بضخ مثلا الدريلينج أو لاين ده اللي هو الواير. قصدك الدريلينج ليه سترينج؟ سترينج. معلش. تمام، انت بتضخ عادي، انت جالك كيك في الدريل سترينج، سوري كيك في الفورميشن، وانت بتحفر في الاوبن اوبن هول فورميشن، بتقفل البي او بي الراجع كده كده انت بيجي لك زي ما شفنا، بيجي لك على الفلو لاين وبيخش على السوليد كنترول ايكويبمنت. طيب انا لو عندي في ويل كنترول ايشو وهقفل البير عشان اتحكم في البير، عندي عن طريق الكيل لاين والتشوك لاين بضخ في البير من الكيل لاين وباخد الراجع على التشوك لاين، لان انا السترنج زي ما انت قلت بضخ من جواه جوه البي او بي، بيعدي من جوه البي او بي. فانا بقفل البايب رام او الانرال رام حسب السلكت السيتويشن بتاعتي ايه، وبضخ من الكيل لاين وباخد الراجع من التشوك لاين، او ان انا ممكن برضو ان انا اعمل كيلينج من السترينج. لو انا هستخدم اي طرق من طرق القتل ان انا اقتل البير، انا بضخ السترينج الطفله من السترينج الوزن العالي عشان اقتل البير، وبعمل ديسبليس للطفله اللي موجوده في البير بالغاز اللي فيها او الكيك اللي فيها للتشوك لاين، ويروح على التشوك لاين مانيفولد الموجود فوق الاوتوماتيك شوك اللي موجود فوق على السيرفيس، وبيعمل بريك داون للبريشر، وبعد كده بعمل السكه بتاعه الفلويد على المد جاز سيبريتور، يعمل يفصل الغازات سواء لو معايا غازات او عن الفلويد. بس تمام يا نور، ولا في سؤال تاني؟ مهندس ايفن بقول لك بقول تمام لحضرتك يعني التشوك لاين بيبقى جزء طالع جنب الرايزر جوه الرايزر جوه ماسوره الرايزر، يعني بيبقى قلنا جزء من الرايزر بس اصغر في الديامتر بتاعه يعني. لا يا فندم، هو احنا قلنا ماسوره الرايزر نفسها فيها 6 فتحات، كل ماسوره رايزر بتتربط في الماسوره اللي تحتها او اللي فوقيها فيهم 6 فتحات، كيل لاين تشوك لاين وبوستر لاين واثنين كوندويت لاينز وهيدروليك وجلايكول انجكشن لاين. دول خط جوه يعني على جسم الماسوره نفسه، يعني كانها ماسوره يعني، بس هي مش كده بالظبط، بس كانها ماسوره
ملحوم فيها 6 خطوط من بره. وصلت كده؟ اوتر باي. تمام كده يا هندسه، الف شكر. العفو. السلام عليكم. السلام باشمهندس محمد، اخبار حضرتك ايه؟ متشكرين جدا على الجميلة دي. تمام. بس انا معلش الخط الصوت بيقطع، مش سامع كويس. الو 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 ايوه يا فندم انا سامعك. سامعني كده كويس؟ سامعني كده تمام. اه انا مهندس عمر، تمام، مهندس مشروعات في حقول ابو رديس على السفينه امان. تمام. فانا حضرت بس حبيت اشكر حضرتك، شغالين في المينتنانس يعني للبلاتفورمز، فحبيت اشكر حضرتك على السيشن الجميله دي، و يا رب ان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. ربنا يخليك فن، رب يكون يعني الله يكرمك. اي حاجه ان شاء الله. استفدت جدا والله، كله تمام، الله ينور عليك يا باشمهندس. الحمد لله الحمد لله. ماشي ماشي يا هندسه، اتفضل يا هندسه. مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا يا باشمهندس على السيشن دي، بجد يعني كلنا استفدنا بصراحة، مش مجاملة يعني، يعني بجد حاجة زي كده كناش هنعرفها لوحدنا. عندي بس استفسار بسيط كده، أنا الفانكشن بتاعت الرايزر مش واصلة لي أوي يعني، مش مجمعها بصراحة. طيب هو بس انا كنت عايز ارجعها عشان اقولها لك على السلايدز، بس ما فيش مشكله ممكن اقولها لك. يعني هو الرايزر هو هقولها لك بطريقه يعني بسيطه شويه عشان توصل لك المعلومه. الرايزر هو وصله موجوده من على البي او بي اللي هو موجود على السي بيد تحت لغايه السيرفس فوق على المركب على البريدج. كده واضحه بالنسبه لك الفانكشن الاساسيه. تمام. هو وصله موجوده. انا دلوقتي لما باجي في البريم لاند باجي بحفر، بيبقى عندي الانالوس وبعد كده الفلو لاين فوق البي او بي. لو انت شفت بريم قبل كده او شفت صور حتى بريم قبل كده، فوق البي او بي في البريم لاند بيبقى فيه فلو لاين. طيب الفلو لاين ده هو اللي بيخلي الراجع اللي هو المود ريتيرن اللي انا بضخه في البير يرجع لي على السيرفس يروح على التانكات. طيب انا لو ما عنديش وصله ما بين السيبد اللي هو بدايه البير بتاعي اللي هو على السيبد لغايه السيرفس، هيرجع لي الطفله ازاي؟ فهو اول فانكشن اساسيه لي هو فلويد كوندويت، يعني حاجه بترجع لي الطفله اللي انا بضخها في البير للسيرفس. دي اول وظيفه اساسيه لي. الوظيفه الثانيه انا بستخدمها كرننج تول او رننج سترينج للبي او بي. انا عشان انزل البي او بي ده ما ينفعش انزله على دريل بايب، مفيش حاجه هتستحمل الوزن ده، فبنزل بيه عن طريق الرايزر جوينتس. بربط المواسير الرايزر جوينتس ببعضها وبربط فيها البي او بي زي ما شفنا في الفيديو من شويه، فهو يعتبر رننج تول او رننج سترينج للبي او بي. طيب الوظيفه الثالثه برضو ان هو بستخدم الجسم بتاعه زي ما قلنا، في كيل لاين وتشوك لاين وبوستر لاين والحاجات دي كلها موجوده في الجسم. الرايزر نفسه بدل ما انزل خراطيم من السيرفس 1500 متر او 2000 متر انزلها لغايه البوتوم، فده هيبقى مسافه طويله جدا حاجه فليكسبل تبقى ماشيه فيها مع الكرنت العالي او الويفز الموجوده، ممكن الخراطيم تتقطع. فبيبقى حاجه سوليد على جسم الرايزر من بره. الخطوط دي بتوصل لي الفانكشن اللي انا عايز اعملها في البير عن طريق البي او بي ككيلنج اوبريشن او كتشغيل البي او بي نفسه. تمام. كتست يعني كتستات او كفالفات افتحها اقفلها يعني مستخدمها بالرايزر؟ لا مش قوي كده. هو احنا قلنا ان الرايزر بستخدمه عشان ينقل لي الفلويد هيدروليك فلويد من السيرفس لتحت للبي او بي عشان يعمل فانكشن للرامات نفسها. الفالفات اللي موجوده هي بتبقى موجوده في قسم البي او بي نفسه، يعني البي او بي نفسه عليه الفالفات بتاعته وانا بدي له اشاره
تمام، انا برفع بريشر بالرايزر، يعني برفع بريشر على الفالف عشان تشتغل بالرايزر. لا يعني برضو مش كده بالظبط. هو زي ما قلت لك، هو في البلو بود واليلو بود، دول اللي هم العقل المفكر بتاع البي او بي، دول موجودين تحت مع البي او بي. انا بديهم الاشاره كهرباء وبقول له افتح الفالف الفلاني، اقفل الفالف الفلاني. كل سيجنال كهرباء ليها، يعني كل زرار انا بدوس عليه في البانل فوق ده بيروح بطريقه معينه، باينري سيستم سيجنالز بتروح بالفايبر اوبتكس كيبل اللي نازله لغايه البي او بي تحت. دي الكيبل بيبقى نازل، بيبقى بيدي له الاشاره ان هو يفتح البلب او يقفل البوت بقى نفسه، اللي هو الاصفر او الازرق ده، هو اللي بيشغل البي او بي. ده العقل المفكر بياخد الاشاره مني وبيشغل البي او بي عن طريق ان هو بيدي اوردر لفالف معين يفتح، عن طريق فلويد مثلا بيخش يزق الرماد. فاهمني؟ تمام، يعني الموضوع بيبقى بالس ولا فلويد ببريشر؟ موضوع التشغيل نفسه البي او بي يعني؟ اه لا، تشغيل البي او بي نفسه هو سيجنال كهرباء بنقلها من فوق فايبر اوبتكس كيبل، انا بنقلها من السيرفس لحاجه موجوده تحت، بتحول السيجنال الكهرباء دي لاوردر يفتح فالف يدخل فيه مكانه هيدروليك فلويد. الهيدروليك فلويد ده هو اللي يعمل الفانكشن، يعمل الفانكشن سواء قفل الرامه او فتح الرامه او قفل فالف او فتح فالف. تمام يا باشمهندس، متشكر جدا. تمام يا باشمهندس، في سؤالين في الشات. تمام، حضرتك تمام. تقراهم ولا اقراهم انا؟ ثانية واحدة، هو في سؤال، بتريوم كابسولز. هو في سؤال الفيديوهات، حد عايز فيديوهات؟ اه، محمود شكري بيقول الفيديوهات والماتيريالز متاحة ولا لا؟ اه يا فندم، مفيش مشكلة، بس أنا هي طبعا حاجات مساحتها كبيرة أوي، أنا الماتيريال اللي ممكن أبعتها لكم PDF أبعتها لبشمهندس أحمد على الواتساب أو حاجة، والفيديوهات برضو نفس الكلام، تمام بس يا أنا مش عارف باشمهندس، بقى هو ممكن يرفعها لكم إزاي، هم على الجروب يعني الأدمنستريتور اسمه. هنرفعها على درايف ونبقى نبعتها له. اه مفيش مشكلة، أنا ممكن أبعت لبشمهندس أحمد سمير وهو يبقى يتواصل معاك يعني إن شاء الله. آه، هو في السؤالين في الشات مش في الكويتشن اند انسر شات بوكس. معلش، آه، في سؤال بيقول توضيح للبوستر لاين. الشات نفسه. اه، في الشات نفسه. اه تمام. هو في اسئله قبلها مش عارف، مش بنجاوب عليها. هو سؤال واحد قبل السؤال البوستر لاين. اه، لو when you disconnect from the well due to weather you will have to pull out the string first. ده سؤال. اه طبعا لازم. هو في زي emergency procedure كده، temporary P and A و temporary disconnect للبير. أنا أول حاجة بسكيور الويل من تحت، إن أنا بعمل ضخ طفلة تعمل أوفر بالانس للبير، حالة إن أنا سبت البير فترة 3 4 أيام أسبوع، لازم يبقى البير نفسه أوفر بالانس. ده كده الفيرست بارير بتاعي اللي هو الهيدروستاتيك هيد بتاع الفيلم. طيب السكند بارير بيبقى بنزل مثلا بحاجه اسمها بريدج بلج او ار تي تي اس باكر، بقفل البير نفسه من جوه، احطها بعمل لها سيتنج تبقى كانك قافل البير بكفر من جوه. طيب انا دلوقتي عايز برضو ابقى معايا حاجه اسمها كيل سترينج جوه البير، فبستخدم حاجه اسمها هانج اوف تول. هانج اوف تول دي بتنزل تبع شركه الويل هيد نفسها، سواء كانت جي اي او فيتكو او ايا كان نوع الشركه، وان سب سي او ايا كان، كل ويل هيد من دول بيبقى في حاجه اسمها هانج اوف تول. هانج اوف تول دي بتنزل بتعمل سيتنج جوه الويل هيد بتيل سترينج، بمعنى ان انت بتنزل بمواسير مثلا 3 ستاند او 2 ستاند ايا كان حسب الوزن الديزاين بتاعها، وبتتربط في الهانج اوف تول دي، بتنزل تحطها جوه الويل هيد، بحيث ان انت بعد كده لما تيجي عايز حصل اي كونديشن وعايز تقفل البير او عايز تدخل على البير تاني، تعمل سيركوليشن، تعمل ستاب ان جوه الهانج اوف تول دي وتربط
فيها السترنج وتكمل عادي. الدريل بايب نفسها لازم تعمل لها ممكن تعمل لها هانج اوف على الرام، البي او بي رام. ده كده بالنسبه للدريل سترنج. اهم حاجه بقى ان انت تعوض الرايزر مارجن اللي هو قلنا عليه في اخر البرزنتيشن، ان هو انت عندك الهيد ده من اول تحت البي او بي لغايه السيرفس الدريل شيب، عندك الرايزر مليان طفله. هنقول مثلا الطفله وزنها 10 بي بي جي او 12 بي بي جي، انت هتشيل ال 12 بي بي جي دول وهيبقى فوقيهم ميه، هيبقى فوق البي او بي مكانهم ميه اللي هو وزنها 8. فانت بتطرح ال 12 بي بي جي او الطفله اللي موجوده معاك و تطرحها من وزن الميه. مش عايز ادخلكم في ايكويشنز كتيره، بس يعني انت بتعمل حاجه بتديسبليس حاجه اسمها رايزر مانج. بس الرايزر نفسه بقى اللي فيه طفله، اول حاجه بتضخ بتعمل ديسبليس بقى لميه، يعني بتضخ في البير الرايزر مارجن ده وزن طفله مثلا، نفترض مثلا 50 برميل وزن 15 كي بي جي، عشان تعوض النقصان اللي انت شلت الطفله بتاعت الرايزر حطيت مكانها ميه. وبعد كده بتعمل ديسبليس للرايزر بقى نفسه اللي كان فيه طفله بسي ووتر. ليه؟ لان انت مجرد ما انت هتعمل ديسكونكت للبي او بي، كل الطفله اللي موجوده في الرايزر ال 1500 متر دي هتعمل لها درين طبعا في الميه، لان وزنها اتقل من الميه، فهيحصل يوتيوب وهتنزل لها درين جوه الميه. فممكن تبقى الطفله دي اصلا فيها كيميكال، او تكون الطفله نفسها تكون اويل بيزمض او ووتر بيزمض، فتعمل مشكله في الانفايرمنت، فلازم تعمل لها ديسبليسمنت. ده بالنسبه لي يعني كدريل سترنج المفروض تعمل ايه، وك بروسيجرز تانية المفروض تعملها برضو في الديسبليسمنت بتاع الطفلة. الموضوع مش بيبقى يلا نعمل ديسكونكت يلا بينا ونمشي، لا، الموضوع لازم يبقى بلان، ولازم يتعمل له امرجنسي بلان، والموضوع لازم يبقى اورجنايزد جدا، عشان اي غلطة فيه هيسبب مشكلة لما ارجع على البيت تاني. ده بالنسبة للسؤال الاولاني. السؤال الاولاني البوستر لاين، زي ما قلنا الثلاث مواسير كيل وتشوك ورايزر، كيل لاين وتشوك لاين وبوستر لاين، دول موجودين في جسم الرايزر. البوستر لاين هو خط انا بستخدمه عشان اعمل سيركوليشن جوه الرايزر، يعتبر زي محطه رفع للطفله اللي انا سركلتها من البير وطلعت جوه الرايزر، علشان اسرع البوتوم اب بتاعي، اسرع الطفله انها تطلع من ال 1500 متر اللي هو السيبد لغايه السيرفس، فكده اكسب وقت في الكومبليت سايكل بتاعتي او البوتومز اب بتاعتي. ده كده بالنسبه للبوستر لاين. في سؤال تاني على البوستر لاين؟ يعني لو في برضو حد مش فاهم في حاجه.